كده فود انا بسجل. كده ظهر عندكم البرزنتيشن تمام. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الريفريجريشن كومبريسورز. احنا قلنا ان السايكل بتاعت الريفريجريشن سايكل مكوناتها الرئيسيه هم اربع حاجات، اربعه كومبوننت، اللي هي الكومبريسور والكوندنسر والايفابوريتور والاكسبانشن فالف المحبس. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم تحديدا على الكومبريسور. هل اللي احنا كنا بنقول عليه قبل كده معتبرينه ايزنتروبيك اللي هو اجراءه ما فيش فيه فريكشن وان هو اديباتيك، هل ده الحقيقه ولا الدنيا عامله ازاي؟ ايه مشاكل الكومبريسور؟ فالنهارده هتعرف على الكومبريسور والكلاسيفيكيشن بتاعته، ازاي بنعمل سيلكشن للكومبريسورز بيزد على ايه يعني، واهم نوع او اشهر نوع موجود حاليا هو ريسبروكيتنج كومبريسور، وهتعرف على حاجه اسمها كليرانس فوليوم وحاجه اسمها فولومتريك افشنسي. طيب تعالى بص كده من بعيد كميكانيكال انجينيرنج بيقولوا تصنيف الكومبريسورز اما انه حاجه اسمها دايناميك او بيزد على بوزيتيف ديسبيسمنت. اما ان انا عندي بوزيتيف ديسبيسمنت كومبريسورز يعني ايه؟ يعني عندي فوليوم بقفل عليه والفوليوم دوت مليان فلويد غاز، وهبدا اقلل الفوليوم ده، فايه اللي يحصل في الضغط؟ يزيد. يبقى ده البيزكس او الفاندمنتالز بتاعت ازاي الكومبريسور ده او الانواع دي بتشتغل. بتعتمد على ان انا اجيب فوليوم من الغاز واقفل عليه وبعدين ابدا اقلل الفوليوم ده لغايه لما الضغط عندي يزيد للرقم اللي انا عايزه. طيب فده بيسموها حاجه اسمها بوستر ديسبيسمنت. اشهر نوع عليه اللي هو النوع زي ما انتم شايفين كده اللي هو الريسبروكيتنج كومبريسور، اشهر نوع ريسبروكيتنج كومبريسور. السر انه ليش الريسبروكيتنج كومبريسور هو اكتر نوع مشهور؟ لانه شبه الانترنال كومبشن انجن. الانترنال كومبشن انجن معروفه من زمان قبل موضوع الريفريجريشن، وبالتالي موضوع ان انا يكون عندي مكبس واسطوانه وصمامات الدنيا معروفه، وبالتالي في عمال مهره في موضوع الصيانه، فكان بالنسبه لهم ان انا استفاد بالقصه دي في مجال التبريد ان انا يبقى عندي عمال يقدروا يستخدموا الجهاز ده بسهوله، ولو حصل فيه مشاكل يعملوا له صيانه. كمان الكومبوننتس بتاعته سيمبل مناسبه للعصر اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ومنه نوع بيسموه سنجل اكتنج وفي دبل اكتنج، وطالع جديد دلوقتي حاجه اسمها فري بيستون يعني ملوش لينك. يعني زي عارفين المكبس بيبقى ليه علاقه بالكرانك شافت عن طريق الكونكتنج رود، في انواع طالعه حاجه اسمها فري بيستون بيزد على حاجه اسمها ستيرلينج انجن او اكوستكس. وفي بقى دايفرام، نوع برضه بنسموه الدايفرام، عباره عن زي رق كده. طب هنشوف ممكن بعد شويه. حاجه ممسوكه عباره عن مطاط مثلا وممسوك من هنا من الجنب ده ومن الجنب ده. وبالتالي لو انا عندي فوليوم وعندي هنا معدن بيتمسك في الرق ده، لو انا حركته فوق وتحت كده انا عمال اعمل ايه في الفوليوم اللي جوه دوت؟ الفوليوم اللي جوه ده عمال قيمته تتغير. فده بيسموه دايفرام كومبريسور. برضك ده بيعتمد على البوستر ديسبيسمنت. في نوع كمان تاني بيسموه روتري، يعني كل دول عباره عن بوستر ديسبيسمنت، يعني عندي فوليوم وبعمل له ديسبيسمنت، عباره عن مكبس او حاجه بتعمل ديسبيسمنت فبتقلل الفوليوم. انما في نوع تاني اسمه روتري، عباره عن حاجه اسمها اللوب زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، او حاجه اسمها سكرو، هنشوف الكلام ده كانيميشن شكلها عامل ازاي. وفي ليكويد رينج، يعني عباره عن عامل زي البامب بس مش مليانه كلها ميه، لا يعني ربعها كده او تلتها في ميه، وفي ريش زي ما انتم شايفين امبلر، وبالتالي بيحدث بالطريقه دي ان انا يبقى عندي هواء، والهواء ده او الغاز موجود ما بين الريش ديت، اقدر مع الحركه ان هي تغير الفوليوم بتاعها. بس كل دول لو انت لاحظت فرقهم ايه عن الريسبروكيتنج، ان انا في عندي شافت بيدور وفي زي اليمنت جوه الشافت مع الشافت دوت متركب بيدور. وفي اللي هو الفين، عباره عن مجموعه من الارياش او الفينز، سواء وان فين او مالتي فين، وبتلف وبالتالي تديني
عندي حاجه اسمها زي اكسنتريستي كده، يعني الشافت بتاعها اكسنتريك عن الشافت بتاع الكفر او الكيسنج، وبالتالي يبقى عندي فوليوم قيمته بتتغير والريشه بتتحرك. كل دول تبع ايه؟ حاجه اسمها بوست ديسبيسمنت. ممكن يكون عندي بقى دايناميك. دايناميك ده عباره عن ايه الفكره بتاعته؟ ان انا الاول هجيب الغاز واكسبه كاينتيك انرجي، اسرع الغاز، وبعدين ادخله في حاجه عامله زي الديفيوزر يقوم ضغطه بقى يزيد على حساب الكاينتيك انرجي دي، يبقى دي الميكانيزم بتاعي. فمن ضمنها الاكسيال وسنترفيوجال كومبريسور اللي هو عباره عن امبيلر بتدور، فهي عماله تكسب الجزيئات بتاعت الهواء او الغاز او الفريون، تكسبه كاينتيك انرجي. وهتلاقي ان الكيس بتاعته، ان لما نيجي نبص على الكيسنج بتاعت اي سنترفيوجال او اكسيال كومبريسور عامله زي كانها حلزون كده، بس الحكايه لو فردتها هتلاقي انها ليها مقطع كبير في طرف ومقطع صغير في طرف، يعني الكروس سكشن اريا اللي بادئ من عنده صغير والكروس سكشن اريا اللي منتهي عنده كبير. ده شكل مين؟ ده شكل الديفيوزر. كان لو كنت خدت ديفيوزر ولفتها على السيركل بتاعت الكومبريسور، في الاخر انت حولت بقى بالطريقه دي الكينيتيك انرجي الى بريشر. وكمان نفس الفكره حاجه اسمها الايجكتور. تعال نبص على الاشكال اللي عندنا. ادي هنشوف هنا فيديو. بيتكلم على انواع من الكمبريسرز. اول نوع عندنا اللي هو بيسموه ريسبروكيتنج كومبريسور، كده باين عندكم صح؟ يا شباب معايا؟ دكتور باين. اوكي. زي ما احنا شايفين كده، في عندي هيد فوق كده، في هيد، والهيد ده فيه اتنين بورت انا بشاور عليهم بالماوس. بورت للدخول وبورت للخروج، بورت للدخول اللي على الشمال وبورت للخروج على اليمين، ده بيسموه ريسبروكيتنج كومبريسور. وفي عندي اهو ادي السلندر وجواها المكبس والكونكتنج رود والكرانك. ادي الحركه بتاعته. لو احنا خدنا بالنا من اللحظه دي، شايف اللحظه دي؟ شايف؟ ادي الصمام، الميكانيزم ده بيفتح ازاي؟ اهو ان انا بعمل سكشن جوه الاسطوانه ينتج عنه ان الصمام اللي هو بتاع الانلت يفتح بالمنظر ده. وبعدين اضغط فخلاص ما يبقاش كده عندي فرصه للخروج الغاز تاني للسكشن. بالعكس الضغط عمال يزيد جوه الاسطوانه، الحجم عمال يقل، اهو بوزيتيف ديسبيسمنت، ديسبيسمنت من البيستون، فيقوم الحجم قيمته تقل فالضغط يزيد لغايه لما اوصل نقطه اقدر اخرج بيها الغاز. ادي الكومبوننت بتاعت الكمبريسور. ممكن يكون عندي اكتر من سلندر وبالتالي يبقى عندي مالتي ستيج او مالتي سلندر. زي ما احنا شايفين كده عندي السكشن فالف وفي عندي ديتشارج فالف. الميكانيزم بتاعهم بيشتغل ازاي؟ الديتشارج فالف بيفتح لبره والسكشن فالف بيفتح لجوه. نتيجه ايه؟ نتيجه فرق الضغط بين جوه الاسطوانه وخارج الاسطوانه. زي ما احنا شايفين الايفابوريتور ضغطه قليل فهو جاي من لو سايد اهو، والكوندنسر ضغطه عالي فرايحين للهاي سايد بريشر. بيسموه ديتشارج فالف اللي هو المحبس بتاع الخروج راكب في الديتشارج لاين، اما السكشن لاين راكب عليه السكشن فالف. ادي الميكانيزم اللي بكلمك عليه اللي هو لازم الاول يحصل فاكيوم جوه الاسطوانه بقلل الضغط، فرق الضغط ما بين بره وبين جوه يقوم يخلي المحبس ده يفتح، السكشن فالف يفتح، يقوم يعدي الفريون جوه الاسطوانه لغايه لما اوصل البوتوم ديد سنتر، كده مليت الشحنه جوه الاسطوانه. بعد كده خلاص هيبقى يقفل ويبدا المكبس يضغط، يبقى كده انا عندي الفوليوم عمال قيمته تقل، يبقى الضغط بيزيد لغايه لما اوصل لقيمه الضغط بتاع الشارج، فالمحبس عند اللحظه دي يفتح يخرج لي الشحنه المضغوطه الى الكوندنسر. واضح يا شباب الكلام دوت؟ يبقى كده عندي كام لفه
كام لفة بتعمل لي one cycle؟ 2. بالظبط لفتين 2 يا باشمهندس، هو ده مش المحرك تاني اهو، اهو لفة واحدة بالتوب ديد سنتر اهو لغايه التوب ديد سنتر الثاني. يبقى كده احنا بنتكلم على 1 ريفوليوشن بتديني 1 سايكل، ده عامل زي 2 ستروك صح انجن. مفيش عندي الثاني كان عندي في المحركات، في عندي ساكشن كومبريشن باور او اكسبانشن وبعد كده اكزوست، ما عنديش الكلام ده، انا عندي هو ساكشن وايه كومبريشن او اكزوست هنا، والتاني انت عندك لفه واحده بتديني سايكل كامله اللي هو انا خدت فريون وضغطته. اوكي تعال نشوف كمان انواع تانية من الكمبريسورز. ده النوع اللي موجود في التكييفات اللي موجوده في العربيات، فزي ما انت شايف بيحتاج ياخد الحركه بتاعته عن طريق بولي من المحرك. ممكن يكون من جوه عامل ازاي زي ما انت شايف، ممكن يكون عندي نوع ريسبروكيتنج كومبريسور اللي عندك الشمال ده، او روتري فين، او ساعات بيبقى سكرول او اكسيال بيستون. غالبا معظمهم حاليا اللي موجود في العربيات كلها حاليا اللي هو النوع ده اللي هو الاكسيال بيستون. شفت الغطا اللي هو شاله؟ نبص تاني على الغطا اللي شاله، الغطا اللي هو شاله دوت لو بصيت كده على الغطاء ده اللي فوق هتلاقوا انه ادي الفالف اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه في الانيميشن، اللي هو الفالف اللي بيفتح لبره، وفي زيه من الناحيه الثانيه اللي بيفتح لجوه. هنا في عندي ثلاثه دول، معناه ان انا عندي ثلاث بيستونز، ثلاثه بيستونز اهم، شايف واحد في التوب ديد سنتر، واحد في النص، واحد بيعمل بوتوم ديد سنتر، وهكذا. بيتحركوا بحاجه اسمها سواش بليت، سواش بليت هي دي اللي بتتعمل الميكانيزم عشان تزق المجد. زي من الظهر اهو، شايف من الظهر في عندي اللي هو الانلت فالفز، دول عندي ثلاثه اهو، شايف الفالف بيفتح ازاي اهو. عايزكم تركزوا في الحركه دي تاني، ركز تاني في الحركه دي، شايف الحركه دي بتفتح ازاي اهو، فرق الضغط البسيط ده هو اللي بيعمل الفتحه دي. والناحيه الثانيه شايف الفالف اهو، شايف الفالف كما لو كان في سبرينج كده، لان هنا الحجم ده صغير فبيعتمد على فرق الضغط البسيط انه يعمل القصه دي. طبعا لو الكمبريسور حجمه اكبر من كده، نتكلم على سكيل كبير، طبعا هيبقى في عندي سبرينجز هي اللي بتقوم بالدور ده. واضح يا شباب الميكانيزم بتاع ازاي الصمام بيفتح ويقفل؟ انا عايز دي النقط دي اهم حاجه اركز عليها النهارده. ردوا عليا اه ولا لا؟ تمام يا دكتور، واضح تمام. اوكي انت ممكن يكون عندك الشكل بالمنظر ده اهو، ادي السواش بليت وهو بيتحرك، والحين انا ممكن يكون عندي من الطرف اليمين والطرف الشمال في هيد، كل هيد عليه انتيك واكزوست او ديسشارج فالف. ممكن يكون عندي اهو زي ما شايف ديسشارج وانتيك، وبالتالي المكبس وهو رايح يمين عمال يضغط، وهو في نفس الوقت على الشمال بيعمل سكشن، وهو راجع من الشمال لليمين اه يبقى بيضغط، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه بتعمل سكشن. يبقى كده عندي حاجه اسمها الدبل افكت، ادي الشكل الثاني اللي هو بتاع الدبل افكت. واضح يا شباب موضوع الدبل افكت؟ دكتور هو السواش بليت ده وظيفته الدبل افكت بس ولا ليه حاجه؟ لا لا السواش بليت ملوش علاقه، يعني لو انا بتكلم، لو انا خليت البيستون ده يبقى ليه وشين اتنين، وفي نفس الوقت عندي هيد على اليمين وهيد على الشمال اهو، في هيد زي ما انت شايفاه كده، في هيد اهو، والهيد ده دي دايره صفراء اهي بيقول لي في عندي تشارج فالف وعندي سكشن فالف، والناحيه الثانيه برضك نفس الكلام، في عندي تشارج فالف وعندي سكشن فالف، فكده بيبقى عندي دبل افكت. ده معنى كلمه دبل افكت، عملت دبل افكت ده ازاي مش مشكله، لكن الفكره بتاعت السواش بليت ان هو ممكن يخلي عندي مجموعه من البيستون اللي هي ريسبروكيتنج كومبريسور بتبقى بنسميها ايه يعني متركبين على دايره. يعني لو بصيت على الشكل الاصلي خالص في الاول اهو، دلوقتي اهو انا عندي دايره اهي فيها كام مكبس؟ ثلاثة.
لو الدايره دي اكبر هيبقى في ممكن ازود عدد المكابس. بعكس احنا متعودين دايما ان انا عندي الريسيبروكيتنج كومبريسور بتبقى ان لاين، يعني ماشيه في خط لاين ورا بعض، اللي هو الكرانك شافت بيبقى متركب عليه البيستونز وواحد ورا الثاني ان لاين، او واخدين حرف في بس في الاخر متركبين كلهم على وان لاين. انما هنا هو لا، ده شكل دائري. فالسواش بليت هو اللي بيساعد على قصه ان انا احول اللي هو المكبس اللي طالع نازل دوت ريسيبروكيتنج اخليه على دايره، ممكن اركب الاسطوانات على دايره. انما لو انا كمان ركبت من فوق وش في اكزوست فالف وسكشن فالف، ومن الناحيه الثانيه ركبت اكزوست فالف وسكشن فالف على هيد تاني، بكده بقى حولناه كمان لدبل افكت. طب هو بس وان هيد، خلاص يبقى هو الافكت بتاعه وان ستروك، ما هوش دبل افكت. يعني هتلاقي منه سواش بليت نوعه دبل افكت، وفي سواش بليت مش دبل افكت. واضح يا شباب؟ تمام، شكرا يا دكتور. طيب عايزين نشوف فيديو تاني، حاجه تتكلم على السكرو كومبريسور. حاجه اسمها السكرو كومبريسور ده طبعا لما ظهر علم او المكن بتاع السي ان سي، فبقينا ممكن نعمل جيومتريز ما كانتش قبل كده في الماشيننج سهله. فهو هنا عندي عباره عن سكرو عامل زي فكره الايه، المسمار السكرو. المسمار السكرو دوت انت لما بتزقه بتحرك لقدام. هنا نفس الكلام، انت عندك حاجه عامله زي السكرو بس بتدور في نفس المكان بتاعها. وبعدين في عكس السكرو دوت، يعني في حاجه اسمها لوب وانتر لوب عكس بعض. لما يقابلوا بعض والغاز ما بينهم بيعصروا الغاز، بيزقوا الغاز لقدام. واحنا ماشيين الفوليوم اللي بين الاثنين عمال يقل، فالغاز نتيجه حركه السكرو بيتزق لقدام. وهو ماشي قدام الفوليوم عمال يقل، فما فيش قدامه غير حل ان الضغط بتاعه يزيد. شايف الغاز وهو ماشي عمال ضغطه يزيد. تاني ادي السكرو شكله عامل ازاي، هجيب فيديو تاني كمان يبين قصه السكرو عامله ازاي. ده شكل اللي هو السكرو، هتلاقي ان في عندي اتنين روتر، واحد منهم اللوب واخده كيرفتشر لبره، والتانية واخدة كيرفتشر لجوه، لوب وانتر لوب. يعني لو عملت مقطع كده هتلاقي انه في حاجة عاملة زي كيرفتشر خارجي وتاني كيرفتشر داخلي، والاتنين بيماتش مع بعض. طبعا كان ده كله عمره ما كان هيحصل قبل ما علم السي ان سي يكون تواجد، ومكان السي ان سي يكون يقدر يعمل حاجة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين برضك، ادي اهو اللي بكلمك عليه اللي هو الدايره اللي هي اللي طالعه لبره دي، ادي فيها اربعه لوبس اهو شايف، وفي انتر لوب خمسه اهو. ادي الميكانيزم بتاعه عامل ازاي، ادي الانلت بيجي ازاي، وهما ماشيين الغاز مع بعضه بيلاقي الاثنين مع بعض اللي هو اللوب والانتر لوب بيتعصر ما بينهم، بيحصل له سكويزنج ما بينهم، بتزق لقدام، فمش قدامه غير حل ان الفوليوم بتاعه يقل، ضغطه عمال يزيد. طبعا ليه فوليوم معين، او سوري ليه كاباسيتي معينه او باور معين بيلعب فيها. يعني ما ينفعش اقول انا هجيب التكييف بتاع البيت او ثلاجه البيت واركب فيها سكرو كومبريسور، ده اولا تصنيعه غالي جدا وعيبه لو في حاجه باظت فيه في الماشيننج بتاعه، او مع الوقت حصل تاكل الاسطح دي خلاص الموضوع انتهى، ما ينفعش ان انا اغيره. فهو بيستخدم في التطبيقات الصناعيه او السكيل الكبير نسبيا. واضح يا شباب موضوع السكرو كومبريسور؟ حد ليه سؤال في السكرو كومبريسور زي ما انت شايف كده اهو؟ ادي الكومبريسور اهو عباره عن تو روترز، واحد خارجي اللي هو يعني زي لوب، وتاني انتر لوب.
طبعا الطول بتاعه بيعتمد عليه موضوع الضغط، انا ضغطت من 1 بار لغايه كام؟ لغايه 5 بار ولا 10 بار ولا لغايه كام؟ كل ما الطول بتاع الكمبريسور ده هيزيد كل ما هقدر اضغط اكتر وبالتالي ارفع الضغط، وبالتالي بعدك ليه مشكله انه هو البريشر ريشيو اللي عليه مش كبيره، يعني يقدر يرفع مثلا من 1 بار لغايه 5 بار، طب انا عايز 10، طب انا كمان محتاج كمبريسور تاني او من نوع يكون اطول شويه، كل ما بطول الشافت ده كل ما انا بزود البريشر ريشيو. انما كمان في ميزات اخرى عن اي نوع تاني من الكمبريسورز، ان هو انا ممكن احصل من اي نقطه عليه على الضغط اللي انا عايزه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سي ان انا عندي الروتور ده بادئ من الاول عند 1 بار وبينتهي في الاخر خالص عند 10 بار، لو انا فتحت فتحه في النص وخدت غاز انا ممكن اخد الغاز ده عند 4 بار او عند 6 بار وهكذا. يعني الميزه فيه انا ممكن افتح خلال المشوار بتاعه وهو ماشي على اكتر من نقطه واطلع منها حسب الضغط اللي انا عايزه. زي ما انت شايف الفلو ماشي ما بين اللوب والانتر لوب، والغاز بيبقى حجمه بيقل، فمفيش قدامه غير حل وحيد ان هو يضغط، بيحصل له سكويزنج في الاول، يتزق لقدام، الحجم عمال يقل فالضغط بتاعه يزيد. ولكن طبعا محتاج يكون متزيت كويس جدا، يعني الزيت بيختلط بالفريون كتير هنا في النوع ده والا الجهاز ده هيبوظ. الجهاز ده بيلف على 3000 ار بي ام على الاقل، تمام كده؟ وبالتالي احنا بنتكلم على فريكشن هيبقى عالي، فمفيش قدامنا غير ان احنا نستخدم الزيت. فالعلاقه بقى ما بين الزيت والفريون محتاج تاخد بالنا منها، هل الفريون ده بيمتص شويه زيت معاه واحنا خارجين وهنشوف الكلام ده بعدين، ولا العكس الزيت ده في حاجه اسمها امتزاز، يعني بياخد الزيت ده ويخليه جواه، يعني الزيت ياخد الفريون يدخله جواه، تمام؟ فتلاقي ان انت شحنت السايكل لكن في جزء منها راح الزيت ايه؟ امتص. تمام كده؟ طيب كل الحاجات دي هنعرف بعد كده ان احنا ازاي ممكن نعمل استرجاع للزيت اللي ممكن يخرج مع الفريون. واضح يا شباب السكرو كومبريسور؟ اي سؤال في السكرو كومبريسور؟ طيب ايه تاني من الكمبريسورز اللي عندنا؟ في حاجه اسمها السكرول كومبريسور، ده نوع تاني برضك بوست اوف ديسبليسمنت، بيعتمد على الحركه، حركه الكواكب او حركه مش دائريه، حركه اليبس، عباره عن برضك نفس الكلام. في لو بصينا تاني من الاول خالص، شايف في عندي الجزء اللي هو تحت ده ثابت فيكسد، عباره عن حلزون فيكسد، واللي فوق ده حلزون عكسي ولكنه متحرك. متحرك ازاي بقى؟ حركه اليبتيك، مش حركه يعني دائريه، لا حركه بيسموها اليبتيك او يعني واخده شكل الكوكب او شكل حركه الكواكب اللي هي اليبس كده. تعال نشوف الحركه عامله ازاي. الاثنين ما بينهم وبين بعض لو بصيت كده هتلاقي اهو ما بين السكرول اللي هو واقف او فيكسد والسكرول المتحرك في فراغات اهي. في فراغات. نتيجة الحركة اللي هتحصل بعد شوية الفراغات دي حجمها كفوليوم هيقل وبالتالي الضغط يزيد. طب هو أصلا بيعبي منين؟ بيملى منين؟ بيملى عمودي على القصة دي، مش من الجنب، مش سايد، لا فيرتيكال. بص كده المكان اللي هيدخل منه الغاز عمودي كده على السبورة أو عمودي على الشاشة. شايف الحركة؟ أهو بدأ ياخد من هنا أهو، فالفوليوم اللي قدامه كبير. لكن دي اول ما المعدن اللي على الشمال ده يلحم في اول سكرول عنده الفوليوم ده هيتقفل عليه اهو كده، لاحظت بقفل عليه اهو مع الوقت عمال اهو بص بتاع اللي جوه الفوليوم عمال ايه؟ يقل، بيتزق لقدام والفوليوم يقل اهو، بيقل لغايه لما يخرج عمودي بالمنظر ده اهو. ادي الشكل الانيميشن او ده صوره حقيقيه دي فعلا، مش لشكل الحركه بتاعه السكرول. ادي لوب منهم او فراغ منهم بيحصل فيه ايه. بس خد بالك ان بقيه الحاجات برضك شغاله، يعني معنى كده ان انا عندي الميزه في السكرول
والسكرو كومبريسور، ان دايما انا عندي الفلو بينضغط بشكل كونتينوس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا قارنت ما بين الكمبريسور اللي هو طالع نازل طالع نازل، ده الحقيقه ان هو لازم الاول يفتح الصمام بتاع السكشن وبعدين يعبي الفوليوم وبعدين يقفل. في اللحظه دي هل السايكل فيها حركه للفلو يا شباب ولا مفيش؟ لا مفيش. مفيش. وبعدين يضغط وبعدين يخرج. اذا الموضوع عامل زي كان بلس، الفلو ماشي جوه السايكل بتاعت الريفريجيشن كانها بلس، بلسات، بلس ورا بلس ورا بلس. طبعا مع الار بي ام العاليه الدنيا ما بيبقاش باينه كده، لكن هي الحقيقه انها بلس ورا بلس ورا بلس. لكن الميزه في السكرول والسكرو والروتري عموما ان انت زي ما في عندك غرفه بتعبي جديد بتكون في غرفه بتخرج، وبتكون في غرفه لسه بتضغط، فانت عندك دايما الفلو ايه جوه السايكل كونتينوس. وان كان ليهم عيب ان البريشر ريشيو اللي عليهم قليل. واضح يا شباب الفرق ما بين كل واحده من دول؟ طيب تعال نشوف بردك تاني سكرول كومبريسور. ده واحد جاب سكرول كومبريسور، ده ممكن تلاقيه، ممكن تلاقيه في التكييفات اللي هي بنتكلم مثلا على 5 طن او حاجه زي كده. ممكن بدات التكييفات الصغيره بدات دلوقتي في الجيل الجديد ان هو يركبوا فيها سكرول، لان صوته اهدى بكتير من الريسبروكيتنج، وبالتالي احنا بندور على ما يبقاش عندك نويز عاليه في التكييف. فده من ضمن الحاجات اللي انت ممكن وانت بتختار اليونت بتاع التكييف عندك في المكان، لو في ريجوليشن على موضوع الصوت دور على نوع من الكمبريسورز يكون في المكنه جاي اصلا سكرول، لانه هيبقى الصوت اقل بكتير من الريسبروكيتنج كومبريسور. ادي الحله اللي هو فتحها. ده كده طبعا النوع ده هنسميه بعد كده حاجه اسمها هيرماتيك، هنعرف بعد كده يعني ايه كلمه هيرماتيك. لكن هو قصها بالصاروخ، قطع الكيسنج ديت وجوه دخل جوه شاف ايه المكونات. عشان بس انا بجري عشان بس اهو. ادي السكرول اهو. ده اللي هو متحرك. واللي جوه اهوش الساكت اهو تاني. اهو ادي اللي بيتحرك لو بيعمل اليبتيك موفمنت. لازم يكون غرقان في الزيت، ودي برضه من ضمن عيوب الحاجات اللي هي روتري، ان الكونتاكت ما بين الزيت وبين الفريون عالي جدا، فرصه ان الفريون يشوف زيت عاليه جدا. فلازم اختيار الزيت مع الفريون العلاقه اللي بينهم واضحه جدا، يعني هل هو بيتفاعل كيميائيا معاه؟ هل هو ممكن ياثر على الكيسنج؟ ممكن ياثر على الكمبريسور ذات نفسه، ياثر على المواسير، يعني يكونوا مركبات حمضيه تبوظ الكلام ده كروسيف، ولا لا كويسين مع بعض، ما فيش تفاعل بينهم من بعض وهكذا. فاختيارنا للفريون مع الزيت محتاج انه ناخد بالنا. طب وايه مشكله يعني؟ الحقيقه ان ساعات بيحصل ازمات زي اللي احنا فيها دلوقتي. الكمبريسور ده في كمبريسورز احنا بنتكلم على مستوى مثلا مصر في كميه ثلاجات كتير جدا. طيب ففي فتره بيجي حاجه اسمها فتره الصيانه. صيانه يعني ايه؟ يعني مثلا بقى لها مثلا 20 سنه، بقى لها 5 سنين، بقى لها 10 سنين، وبيحصل لها فتره بقى صيانه كامله. صيانه شامله يعني ايه؟ يعني هفضي السايكل دي من الفريون وهظبط حاجات معينه وارجع من لها اعيد الصيانه بتاعتها. طيب الفريون اللي عندي دوت مشكلته ممكن يكون ايه؟ خلاص دخلنا في مرحله مثلا اوت اوف فيز، يعني ممنوع تكمل تمشي تعيش بيه، لازم تغير الفريون. طب انا هرمي السايكل بمئات الالاف، انت ممكن تقول لي طب ما هو يعني ايه يعني الثلاجه كلها من اولها لاخرها بكام؟ ب 10,000 جنيه دلوقتي؟ انا ما بتكلمش على ثلاجه حجمها بالمنظر ده سكيل البيوت، انا بتكلم على سكيل كبير بيبقى فيه ثمن الكمبريسور لوحده، الكمبريسور لوحده معدي المليون جنيه. في انواع من الثلاجات بيبقى نص مليون جنيه. ده الكمبريسور لوحده. طيب ما هي المشكله فين بقى؟ ان الكمبريسور ده لما جه المصنع بتاعه قال لك والله ده هيشتغل مع الزيت الفلاني والزيت الفلاني والزيت الفلاني، انواع معينه من الزيوت. طيب هو كان شغال مع فريون معين، والفريون ده حاليا اما انه ما بقاش موجود في السوق نتيجه الظروف اللي احنا فيها، مش عارفين نستورده، فما فيش عندنا غير بدائل معينه. او ان انا والله خلاص ده اوت اوف فيز وهبدله بنوع تاني.
طيب النوع بقى الجديد 134 اي دوت، هل ينفع يتعامل مع الكمبريسور ده ولا ما ينفعش؟ الحاجه الثانيه، هل تعامله مع الزيت اللي انت شغال بيه في السايكل ده ينفع ولا هتضطر تغير السايكل؟ وبرضك كمان بيبقى في عندي محبس اللي هو اكسبانشن فالف، هنشوفه بعد شويه، برضك لازم كمان هو نفسه ك ك ك كوحده او كديفايس كلها ممكن تتغير، او حاجه جواها بنسميها الابره، يعني الدايمتر بتاعها من جوه ممكن يتغير حسب نوع الفريون اللي انت معدي. فدي نقط ناخد بالنا منها، لانه الناس اللي شغالين في المجال مثلا بيحصل معاهم كونتاكت او كلام معاهم، في مهندسين كتير بيخشوا في موضوع الصيانه بتاعت الكمبريسورز ديت، الغلطه بسيطه جدا، نوع فريون ركبه الكمبريسور طار. الكمبريسور طار يعني ايه؟ هنشوف بعد شويه يعني ايه كمبريسور يبوظ او ين او ين يحصل له دامج. دامج ده معناه انك بتتكلم انت وقفت الثلاجه، الثلاجه مش المشكله فيها. الثلاجه لو بنتكلم على ثلاجه حجمها مثلا سي 50 متر في 50 متر في ارتفاع 10 متر مليانه تفاح، لو بنتكلم انها شايله مثلا نفترض يعني 10 طن تفاح بس، ممكن تقولي ثمنهم كم؟ يا شباب اديني رقم. كتير يا دكتور. كيلو التفاح بكام دلوقتي؟ 30. جميل 30، ها في كام بقى؟ مش 10 كيلو، احنا بنتكلم في 10,000، يبقى كامل الثلاجه جوه شايله بضاعه بكام؟ 300,000 جنيه ده. ها تاني بص كده 300,000. جميل. ممكن بقى بقول لك ادي غرفه واحده من ضمن الغرف اللي هو بيشغلها السايكل، في جنبها غرفه ثانيه شايله مثلا عنب، الغرفه اللي جنبها شايله موز، انت متخيل الاتمان اللي احنا بنتكلم فيها لو البضاعه دي باظت. وبالتالي انت ما ينفعش تقول لي ايه السايكل دي تقف يوم واعمل لها صيانه، ما فيش وقت، انا عايز دايما الدنيا ستيبل. تمام كده؟ لو الكمبريسور طار او حاجه ممكن يبقى ثمن المعده نفسها تقريبا قد ثمن الاكل اللي جوه، او ممكن يكون اقل. فاحنا دايما عندنا القصه دي كريتيكال، ما بنتكلمش على ثلاجه البيت اللي هي الصغيره. طيب تعال نشوف برضك كده بنتكلم عموما الكمبريسورز عامله ازاي. اللي انت شايفه ده اللي هو بيسموه الكمبريسور اللي هو الصغير ده اللي هو موجود في البيوت، عباره عن ريسبروكيتنج كومبريسور. النوع اللي انت شايفه ده زي ما انت شايف كده في حله، في شل مغلفه بتغلف الكل القصه دي. النوع ده بنسميه ايه بقى؟ الكمبريسور الصغيره دي بنسميها حاجه اسمها هيرماتيك. والراجل اللي احنا شفناه من شويه اللي هو فك السكرول ووراك من جوه عامل ازاي، برضك كانت شل اللي هو تكييفات الثلاجات اللي في البيوت غالبا شغاله بالنظام ده. ده عباره عن مصدر الوحيد ليه كطاقه هو الكهرباء، يعني انا بشغل الكمبريسور ده ازاي؟ بالكهرباء. زي ما انت شايف كده في فتحات اهي، فتحه اللي هي بتاعه الشارج اللي هو الكمبريسور بعد ما ضغط الفريون بيطلع منها، وفي انلت مدخل للسكشن اللي هو الغاز وهو داخل. الحقيقه ان هو بيملى كل الشل دي بالغاز، وهنعرف ليه. انا الفريون داخل بارد فانا بستفاد بيه انه يبرد لي الكمبريسور، الكمبريسور مع الوقت بيسخن فانا عايز ابرده. تحت هنا بيبقى في ليفل من الزيت، وموجود جوه الالكتريك موتور وجوه كمان الكمبريسور، كلهم حته واحده. الحته واحده دي معناها ايه؟ ان هم كلهم ملحومين زي ما انت شايف كده، الغطاء ده ملحوم في المصنع. فالقصه دي كده بيسموها حاجه اسمها هيرماتيك كومبريسور. يبقى لما نيجي نتكلم على تصنيف الكمبريسور كمان، او انا هشتري الثلاجه نوع الكمبريسور ايه، لازم يكون هيرماتيك. يعني ايه هيرماتيك؟ يعني الكمبريسور بالموتور الكهربي حته واحده موجودين جوه كيسنج مقفول عليهم. امال دي بتاعت ايه ديت؟ ساعات بنحتاج نعمل حاجه اسمها نشحن السايكل، فبيبقى في عندي فتحه ليه؟ شحن السايكل. طب الكمبريسور ده لو باظ خلاص، ما هو معمول بطريقه ما انه يترمي لو باظ. طبعا في مصر الناس بتفكه وتقعد تلعب فيه، يعني محاولات للاصلاح، لكن طبعا ما بتفلحش، يعني بتصلح الثلاجه مثلا شهر شهرين وترجع تبوظ تاني. فالموضوع ده باظ خلاص بترميه، وده قلب الثلاجه وهو اغلى حته فيه الثلاجه او التكييف اللي عندك في البيت. لكن السكيل بتاعه صغير، وبالتالي بنتكلم على النوع وبيبقى اسهل انك انت ترميه وتجيب واحد جديد لو حصل له حاجه، وده بيسموه حاجه اسمها هيرماتيك. تعال نشوف من جوه شكله عامل ازاي. من اشهر الحاجات اللي موجوده حاجه اسمها دانفوس. والله يعني موقع بتاع دانفوس ده جميل جدا، مليان علوم بتتكلم على التكييف وفيديوهات وشرح وحاجات زي كده. فانا بنصحكم دايما ان انتوا يعني وقت تكون عندكم وقت يعني تبصوا على الويب سايت بتاعهم، مليان علوم مفيده جدا في علم التبريد او السايكل نفسها ريفريجن سايكل.
زي ما انت شايف كده هو عامل نوع ترانسبيرنت بيوريك بس شكلها عامل ازاي، الساكشن عامل ازاي. زي ما قلت لك الفريون بيملى كل الحله من جوه، وهدف القصه دي ايه؟ ان الفريون هو داخل يبرد لي الاجزاء الميكانيكيه والاجزاء الكهربائيه نتيجه انها مع الحركه بيحصل لها هيتنج او اوفر هيت، برضك الكومبريشن نفسه بينتج عنه حراره. في عندي تشارج اهو، وده البروس كونكشن. لو انا بقى حبيت ان انا اشحن السايكل دي مثلا، السايكل دي بدات يحصل فيها مشاكل او في حصل لها ليكج، او ان انا مثلا بعمل صيانه فبضطر ارمي الفريون واجيب فريون من اول جديد واشحنه وهكذا، يبقى دي عندي مدخل. لكن الديسشارج زي ما انت شايف واصل على ماسوره اللي راح على المخرج فعلا بتاع الفريون، يعني حته واحده اهو رايحه خارجه بالمنظر ده. في عندي الجزء اللي هو الالكتريكال مع الميكانيكال حته واحده، الالكتريكال ديفايسز اللي موجوده جوه، وهتلاقي في عندي بقى الالكتريك موتور اهو. الاول لو انت بصيت كده من تحت في ايه، الحقيقه في عندي هنا سبرينجز. ايه موضوع السبرينجز ده؟ نتيجه الحركه، لان خد بالك ان انت هيبقى عندك كومبريسور واحد، ففي عندي سنترفيوجال فورس وفي عندي امبالانس عالي جدا، فبيبقى برضه في عندي حاجه اسمها في الكرانك بتاعه في زي حته كده اللي هو بيسموها الحدافه او الفلاي ويل، حته صغيره كده في الكرانك. حتى وجود الكلام ده نتيجه حركه المكبس والاسطوانه مع الاسطوانه ما بقاش الدنيا يعني بالانس قوي، فبيضطروا يعملوا ايه عشان لحظه اللي هو الستارتنج او لحظه ان هو بيطفي الكومبريسور بتلاقي كده لحظه كده فصل. ففي عندي هنا سبرينجز اربعه دول هم اللي هم بيحتووا او يمتصوا الفايبريشنز اللي ممكن تحصل جوه الكومبريسور اهو. زي ما انت شايف كده الحركه بتاعته اهو، هنا في انيميشن بيبين سوري في فيديو وترانسبيرنت كيسنج بتبين لك الحركه بتاعته عامله ازاي. ادي المكونات بتاعته، ده كالكتريك موتور. ادي السبرينجز اللي كنت بقول لكم عليها تحت اهي، شايفها؟ اهي دي ستشارج تيوب، دي اللي بيمشي فيها الفريون وهو خارج لغايه لما يخرج بره. ادي شايف المكبس صغير قد ايه؟ مفيش حتى عليه شنابر ولا حاجه لانه اصلا ده متر صغير جدا. وادي الكونكتنج رود على كرانك بالمنظر ده، وهتلاقي ان فرق الكرانك شافت يعني الركبه بتاعته صغيره جدا مش حاجه كبيره، يعني اللي هو سموها ايه؟ الريديوس بتاعه او الحركه اللي بيتحركها مش حاجه كبيره يعني. ادي الشارج فالف تحت هنا، وادي الماسوره اهي، في عندي اثنين شارج اهو، وادي الماسوره خارجه وراحه بالمنظر ده لغايه لما تخرج. كل الكلام ده ان هو بيحاول يعمل سربنتينه او كويل عشان يبرد الفريون وهو خارج، وفي نفس الوقت لو في اويل ولا حاجه يعرف يفصلهم عن بعض. زي ما نشوف الحركه دي بالانيميشن هتبين لك شكل الموتور، الالكتريك موتور تحت اهو، وادي الكرانك متركب فيه، يعني الشافت بتاع الموتور هو نفسه الشافت بتاع اللي فيه الكرانك متركب على الكونكتنج رود، وادي الحركه بتاعه البيستون رايح جاي ريسبروكيتنج، والهيد على ايدك الشمال اهو فوق الكورنر هو ده اللي بيخرج منه وبيحصل فيه ساكشن للفريون. لو بصينا على شكل الفالف ده او قادر عباره عن حاجه عامله زي الرق كده او حاجه خفيفه خالص يعني والكفر بتاعه، وعن طريق فرق البريشر ما بين جوه الاسطوانه وبين بره بيحصل ان المحبس ده بيفتح لجوه سنه يقوم يعدي لي الفريون. الفتحات اللي بيفتحها دي ممكن تتكلم حاجات في بالملي يعني حاجه صغيره، زي شايف الرق بالحركه بتاعته عامله ازاي؟ ادي السكشن اهو لونه بلو اهو، زي بيفتح حاجه بسيطه جدا يقوم يعدي الفريون. ونفس الكلام بتتشارج باللون الاحمر زي ما انت شايف اهو، شايف الفتحه بتاعته بتفتح حاجه بسيطه جدا عشان تعدي لي الفريون لبره وتوضي لي الكوندنسر. اي سؤال يا شباب في الكلام دوت؟ يا باشمهندسين يبقى كده انا عندي النوع اللي انت شفته ده اسمه ايه؟ الانواع ديت اللي حتى النوع ده اهو، ها حد يفكرني النوع ده اللي هو عباره عن ايه؟ سميناه من شويه اسمه ايه؟ هرماتيك. طيب في نوع بقى بنسميه حاجه اسمها سيمي هرماتيك. ايه بقى موضوع السيمي هرماتيك؟ يعني انا يبقى عندي في البيت مروحه كهربائيه، المروحه الكهربائيه دي بتعطل عندك في البيت كل قد ايه؟
قول لي. محدش يرد عليها ليه؟ يا شباب المروحة الكهربائية بتعطل كل قد ايه؟ مفيش، تمام كده؟ معنى كده ان الالكتريك ديفايسز غالبا الاعطال بتاعتها قليله جدا، لكن اللي دايما هيبقى فيه اعطال نتيجه الحركه والفريكشن العالي هو الميكانيكال بارت. زي ما انت شفت عندي الكتريك موتور وعندي ها ديفايس اللي هو الميكانيكال اللي هو عباره عن المكبس والاسطوان والكرانك والحاجات دي. ففي حاجه اسمها سيمي هيرماتيك. سيمي هيرماتيك معناها ان انا بقفل على الجزء بتاع الالكتريك موتور اللي هو يعني غالبا ما فيش فيه مشاكل، لكن الناحيه بتاعه الكفر او الهيد اللي انا ممكن اشوف فيه البيستون وفي اشوف فيه الصمامات، دي معمول لها زي ايه، زي وش المحرك كده او غطاء المحرك بمجموعه من المسامير. اقدر اشيل الغطاء دوت وابص كده من جوه واعمل صيانه للميكانيكال بارتس. يبقى سيمي هيرماتيك عباره عن ستيل باردك الكتريك موتور متركب على ميكانيكال كومبريسور، ولكن الجزء بتاع الميكانيكا اللي انا اقدر افكه واعمل فيه صيانه، انما الالكتريكال خلاص ما فيش فيه مشكله لان غالبا ما بيحصلوش اعطال. ده اللي هو الثلاجات اللي هي السايز بتاعها متوسط. زي مين؟ يعني ثلاجه الخضار اللي الراجل بتاع الجزار اللي في المنطقه عنده ثلاجه في المحل بتاعه عشان تحتفظ باللحمه عنده مجمده، ما هو بيبقى عنده ثلاجه. او الخضار بتاع السوق الصغير، سوق صغير كده تلاقي فيه كده ثلاجه خضار صغيره، اهو برضك ده يشتغل بالايه، بالسيمي هيرماتيك. في نوع بقى بيسموه الاوبن. يبقى كده انا عندي الكمبريسور اقدر اصنفها هيرماتيك او سيمي هيرماتيك وحاجه اسمها اوبن تايب. الاوبن تايب ده اللي هو زي مين؟ زي بتاع المحرك العربيه والتكييف بتاع العربيه محتاج كومبريسور. طيب هوصل ازاي ما بين الكومبريسور وبين الطاقه بتاعته؟ ما الطاقه بتاعته دي في الحاله دي ميكانيكال، عن طريق سير او عن طريق جنزير. فده بيسموه حاجه اسمها اوبن تايب. او انا ممكن اجيب الكتريك موتور واشغل بيه الكمبريسور، فبرضك ستيل بينهم ايه لبعض، عباره عن بولي او عن طريق جير ريشيو او جير بوكس، او عباره عن جنزير بيوصل الحركه الكهرباء اللي جبتها من الكتريك موتور على الكمبريسور، شوفت بتاع الكمبريسور. يبقى النوع الاوبن دوت عباره عن الكمبريسور لوحده والدرايفر او الحاجه اللي درايف موتور يعني، او سوري البرايم موفر، هو اللي بيبقى ممكن يكون ميكانيكال، ممكن يكون انجن، او ممكن يكون الكتريك موتور. طب والكونكشن ما بينهم ازاي؟ عن طريق بقى كابلنج، عن طريق جير، عن طريق جير بوكس، عن طريق سير، كل دي ممكن. دي في الاحجام بتاعتها، يا اما تطبيقات الاوتوموتيف بتبقى بالمنظر ده، او لو بنتكلم على تطبيقات كبيره يعني الثلاجات الكبيره الشكل بتاع الكمبريسور بيبقى من انه نوع، من نوع اللي هو الاوبن تايب. بتلاقي عندي الكتريك موتور حجمه كبير، وادي الكمبريسور نفس الكلام الحجم بتاعه كبير، وبينهم البولي بتوصل منهم، او عندي انجن مناطق نائيه ما فيش فيها كهرباء اصلا، فانا كده كده بستخدم انجن ديزل انجن او حاجه، او انا عندي اتوبيس ففي الحاله دي انا عايز اعمل تكييف فيه. طبعا هوصل له ازاي؟ يبقى الكمبريسور لوحده والموتور او الانجن عندي بوصل ما بينهم عن طريق البولي. واضح الفرق يا شباب ما بين الاوبن تايب وبين حاجه اسمها السيمي هيرماتيك وحاجه اسمها الهيرماتيك؟ اي سؤال في الكلام ده؟ دكتور هو السلايدز مش ظاهر. مفيش سلايد، مفيش سلايد، انا بتكلم كلام مفيش فيه سلايدز، انا مجرد معلومات. بحسب في دايجرامز في في البي دي اف. تمام كده؟ تمام. ده بدل شكل تاني انيميشن بيبين لنا شكل ايه؟ السكرول كومبريسور شغال ازاي؟ طيب نيجي بقى للجزء النظري، الجزء بقى اللي هو الكلام اللي احنا عايزين نحول الكلام ده الى زي ما شفنا، ادي ريسيبروكيتنج كومبريسور، في عندي سكرول، في عندي سنترفيوجل، كل دول انواع من الكومبريسور. ممكن كمان الاقي انهم الرينج بتاعتهم كريسيبروكيتنج كومبريسور ممكن يبقى واخدين على نفس الكرانك شافت بالمنظر ده، يبقى انا عندي اسطوانتين اثنين، او ممكن يكون عندي اكتر من اسطوانه، تمام، يا مالتي سلندر. انا ممكن اوصل لغايه 8 سلندر، ممكن 4 سلندر، في 2 سلندر. وناخد بالنا من القصه دي عشان بعد كده في عندنا حاجه اسمها كنترول على السايكل. فلو كان عندي مالتي سلندر في نوع ان انا ممكن اشغل اسطوانتين بس والباقي كلهم دامي ما بيعملوش حاجه،
او ممكن اشغل 4 والباقي ما يعملوش حاجه، او ممكن اشغل 6 والباقي ما يعملوش حاجه حسب انا عندي مالتي سلندر ولا لا. واضح يا شباب؟ طيب وفي عندي حاجه اسمها مالتي ستيج. يعني ايه مالتي ستيج؟ وده ليه يعمل كده؟ انتوا كده البرزنتيشن باين عندكم تمام كده؟ طيب تمام تمام. عندي حاجه اسمها بروكسي كومبريسور، اهو زي ما انت شايف الشكل اللي على ايدك الشمال دوت، ده شكله في الحقيقه عامل ازاي. شفنا لو خدنا مقطع الاقي ان انا عندي الحقيقه سكشن انتيك ستروك زي ما انت شايف الفالف فاتح اهو، في عندي ديتشارج الفالف فاتح للخروج اهو. انا بتكلم على الشكل ده وادي ديتشارج الشكل اللي جنبه، واضح الكلام كده؟ تاني اهو ادي السكشن فالف اثناء شوط السكشن فاتح، وادي الديتشارج فالف مع المكبس والاسطوانه والكرانك شكلهم عامل ازاي. يعني في عندي شوطين اثنين، شوط للسكشن وشوط للدليفري. ده الميكانيزم بتاعنا اهو كانيميشن بيقول لي ازاي، وممكن حجم الكمبريسور كبير لدرجه ان الشافت نفسه والكرانك شافت نفسه بيبقى فيه مسارات للتزييت، بنزيت الموتور ده والا سوري الكرانك شافت ده او الميكانيكال بارتس، والا هيحصل عندي وير كبير جدا. زي ما انت شايف فوق هنا اهوت بعتمد هنا في الحاله دي على سبرينجز هي اللي بتقوم بدور انها تفتح الفالف او تقفله، يبقى انا بعمل بريشر اجينست السبرينج ديت. انا عايز بس سؤال للشكل الحقيقي دوت اللي هو على الكورنر اللي هو على الشمال دوت. انت ملاحظ ايه في في الكمبريسور ده؟ يعني اقدر اصنف الكمبريسور ده ازاي؟ لو واحد يقول لك دلوقتي بعد ما عرفت ان في انواع من الكمبريسور صنفه لي ازاي يا باشمهندس؟ استني منكم كلام. يا باشمهندسين الشكل اللي على الشمال ده الكمبريسور اللي على الشمال ده معايا؟ معاك يا دكتور. في 2 بيستنز. طب ودول معناها ايه؟ ان هو ريسيبروكيتنج عشان هو الوحيد اللي فيه 2 بيستنز. هو ماشي، اولا عرفت ان هو ريسيبروكيتنج تمام، ايه تاني؟ البرزنتيشن بس راح يا دكتور. ايه تاني يا شباب؟ بيشتغل بالسيور. تمام، يعني ده نوعه ايه بقى؟ هل هو هيرماتيك ولا سيمي هيرماتيك ولا اوبن تايب؟ اوبن تايب بالظبط. انا كده الكمبريسور لوحده اهو، انا مش شايف الدرايف بتاعه، ممكن يكون الكتريك موتور، ممكن يكون انجن، وبعد كده في عندي بولي هي اللي بتحط عليها السير. لكن في ملاحظه ثانيه، ايه رايك في الدايمتر بتاع المكبس اللي على ايدي اليمين والمكبس اللي على ايدي الشمال؟ اكبر من الاثنين قد بعض. لا اليمين اكبر. طب ده معناه ايه؟ انه لما على الشمال مثلا ممكن يكون بيشغله لما يبقى في اوفرلود او بيعمل كنترول يعني. لا الحقيقه ده مالتي ستيج، ده الستيج الاولانيه وبتسلم الغاز بتاعها للستيج الثانيه، لان انت لما ضغطت الغاز حجمه اقل وكثافته عاليه، لو عرضته الفوليوم اكبر طب ما هيحصل له اكسبانشن، يبقى اللي انت عملته في المرحله الاولانيه راح، فانت بتخش على مرحله ثانيه الفوليوم بتاعها اقل وبالتالي انت محتاج تضغطه ثاني، وبالتالي انت محتاج من فوليوم اقل الى فوليوم اقل كمان. يبقى لما نشوف حاجه بالمنظر ده يبقى كده انا عندي ده كمان مالتي ستيج. يبقى اولا عرفت ان هو اوبن تايب، ان هو ريسيبروكيتنج كومبريسور، وان هو تو ستيج او مالتي ستيج. واضح يا شباب؟ طيب سؤال بقى تاني، ازاي لما ابص على كومبريسور اقدر اميز بسهوله فين السكشن وفين الديتشارج بناء على الكلام اللي قلته من شويه؟ ايه اللي هلاحظه في الماسوره بتاعت السكشن عن ماسوره الديتشارج؟ صوت السكشن اكبر. بالظبط، الدايمتر بتاع السكشن هيبقى اكبر من الدايمتر بتاع الديتشارج، عشان زي ما شايف اهو، شايف الدايمتر ده؟ شايف الدايمتر ده؟ ليه؟ لان انا ضغطت الغاز، فلو عرضته الفوليوم كبير طب ما هو هيتمدد، يبقى ما عملتش حاجه.
تمام كده؟ طيب ده لو انا عندي كومبريسور حجمه كبير زي ما بقول لك، ثلاجات كبيره مثلا زي ما قلنا ثلاجات الخضار او زي سوق العبور مثلا، هتلاقي في ثلاجات حجمها كبير جدا، بيبقى نوع الكومبريسور بتاعها ريسبوكيتنج، وادي طريقه تزييت نفس فكره المحركات بالظبط. عندي ترومبه وفي عندي صمب مليان زيت، باخد منه وبضغطه واوديه مسارات ماشيه جوه الكرانك نفسها ووصل الكونكتنج رودز لغايه لما اوصل كل الاجزاء الميكانيكيه وصل لها زيت. لو بنتكلم على السكرول كومبريسور ادي شكله عامل ازاي، زي ما قلنا في واحد ستيشنري والتاني بيتحرك وبينهم بيحصل الحركه زي ما شايفين المراحل اللي بيمر بيها. لكن الميزه هنا في السكرول كومبريسور عن الريزوكيتنج ان انا عندي حركه مستمره والديشارج والسكشن عمليه مستمره، وبالتالي انا ما عنديش تقطيع في الفلو. ده شكله لما يكون سيمي هيرماتيك متركب على الكتريك موتور. ده شكل الهيليكال او سكرو كومبريسور، في كده سكرول وفي حاجه اسمها سكرو عامل زي السكرو. زي ما انت شايف لوب خارجيه ولوب داخليه، وعادل اللوب اللي هي الداخليه زيادة واحد عن اللوب الاكسترنال، يعني هنا 1 2 3 4 5 ده اكسترنال لوب، لكن الانترنال لوب بيبقى هيبقى 6، دايما في فرق واحد. اي شكلهم برضك جوه الكيسنج ميل وفي ميل نفس الكلام لوب وانتر لوب. ادي شكل الانضغاط بتاعهم عامل ازاي واحنا ماشيين مع الحركه لغايه لما زي ما انت شايف كونتينوس. الميزه كمان هنا ان انا ممكن سي ان انا عندي النقطه دي ضغطها الانلت بي انلت بواحد بار، وبي اوتلت هنا مثلا سي بخمسة بار، انا ممكن افتح فتحه هنا اهوت واخد فلو مثلا عند ضغط لسبب ما عند 2 بار او عند 2.5 بار حسب انا عايز. يبقى دي ميزه السكرو ان انا ممكن اكشف عند اي نقطه خلال المسار بتاعه واحصل على بريشر زي ما انا عايز عند اي نقطه. هل ينفع الكلام ده في الريسبوكيتنج كومبريسور؟ لا ما ينفعش. كمان في عندي حاجه اسمها الروتري. الروتري دي يا اما ممكن تبقى في تو فينز بالمنظر ده وعباره عن اكسنتريك، في عندي اسطوانه داخليه السنتر بتاعها اكسنتريك عن الحاله الخارجيه او الكيسنج، او ممكن يكون عندي مالتي فين والفين دي من جوه عباره عن ايه، في جواها هنا اهو في الحته دي اللي انا مشاور عليها دي في سبرينج، فبيزقها دايما بحيث اجنست انها تطلع لبره وتخبط دايما تعمل مماس للحاله الخارجيه. لكن وهي بتلف نتيجه الاكسنتريك واضح كده ان الفوليوم اهو، لو انت تبعت الفوليوم دوت اهو مع الوقت عمال يحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه ايه؟ بيملى وبعدين يقفل عليه ما بين تو فينز كده، قفلت انا كده ما بين الفين دي وبين الفين دي، يبقى الحجم ده هو الانتيك. وبعدين بيلف فيبدا الحجم ده يلاقي انه حجمه قليل عمال يقل يقل يقل، فبالتالي الديسشارج بتاعه بالمنظر ده، فبالتالي الضغط بتاعه يزيد. بس ستيل البريشر ريشيو، البريشر ريشيو على الروتري كومبريسور ما هواش كبير، بنتكلم في حوالي 4، يعني ممكن 1 بار اسلم عند 4 بار، ممكن مثلا 2 بار اسلم عند 8 بار وهكذا. ممكن يكون عندي مالتي فين بالمنظر ده، ما بين فين وفين ادي غرفه وزي ما انت شايف مقفوله ما بينها الغاز، بنلف مع عقارب الساعه لغايه لما اخرج عند الديتشارج. شكلها في الحقيقه عامله ازاي، او شايف الفينز متركبه جوه البليدز عامله ازاي. تمام، ادي البليدز اهي اللي جوه اهي، وفي اكسنتريستي ما بين الشافت والروتور وما بين الكيسنج نفسها عامله ازاي. النوع بقى الثاني اللي هو السنتريفيجال كومبريسور ده عامل زي بامب بالظبط، ادي الامبلر الاي بتاعتها والعين بتاعتها بتدور وفي جواها فينز، تقوم الحركه بتاعت الغاز دي تتحرك وتزيد وبالتالي الكاينتيك انرجي بتاعتها تزيد. اجمع الغاز ده بقى من جوه على اي حاجه اسمها فوليوت. لو بفرد الفوليوت ده كانه اهو حاجه بالمنظر ده، يعني كان الكروس سكشن اريا هنا في الخروج اكبر من الكروس سكشن اريا في الاصل. ده مين ده؟ ده الديفيوزر. يبقى كده انا جمعت الفلو اللي هو كان ليه كاينتيك انرجي ودخلتها في ديفيوزر. بس كل حكايه خدت الديفيوزر ده ولفته على دايره، عشان كده ده الكيسنج اللي انت بتشوفه لاي سنترفيوجال بامب او سنترفيوجال كومبريسور. اللي احنا بنعمله بص كده مع المسار جوه الكمبريسور او مراحل الكمبريسور. الاول الريفريجرانت داخل بسرعه معقوله، بيحصل جوه الامبيرر ان السرعه بتاعته بتزيد الى قيمه ماكسيمم عند مخرج او عند التب بتاع الفين او اللي هو الدايره بتاعه الامبيلر، وبعدين جوه الفوليوت السرعه ما تقل 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 لغايه لما توصل السرعه النورمال اللي احنا خارجين بيها.
طب ده معناها ايه بقى ريفلكتد جواها ازاي اهو؟ ادي الاستاتيك بريشر عامل ازاي، وانت جوه الديفيوزر منطقه بقى اللي هي الفليو دي او اللي هو الديفيوزر يعني اهو، الكينيتيك انرجي عماله تقل في مقابل ان انت بترفع الضغط، وده اللي انت عايزه اصلا. يعني انت عملت القصه دي ليه؟ عشان ازود بيها الضغط واوصل للضغط بتاع الخروج. طيب ده نفس الكلام السوبكيت كويس، ان هو قلنا فيه نوع اسمه اوبن تايب اهو، ممكن اوصله على الكتريك موتور عن طريق كابلنج او عن طريق بولي او عن طريق جنزير. وادي انا ممكن افك الهيد، ممكن افك الانجن الكومبريسور ده كله واعمل له صيانه زي ما انا عايز. تمام، ده نوع الاوبن تايب ميستون، انا ممكن افك واعمل صيانه زي ما انا عايز. لكن نوع الهرماتيك لا، كل حاجه مقفول عليها، حاجه باظت خلاص بترمي الجزء ده وبتجيب واحد تاني. في حاجه اسمها السيمي هيرماتيك، زي ما انت شايف ادي الالكتريك موتور مقفول عليه لانه غالبا مش بيحصل له حاجه، لكن الجزء بتاع الميكانيكال اهو مفتوح بمجموعه من مسامير. انا ممكن افك الوش ده اللي على اليمين واخد كل الحاجات دي واخرجها واعمل لها صيانه زي ما انا عايز. يبقى الكمبريسور انا ممكن اعمل له صيانه زي ما انا عايز، لكن الموتور لو باظ وغالبا احتمال ان هو يبوظ قليل جدا، ده اللي بنسميه السيمي هيرماتيك. طيب تعال نخش بقى في الشغل بتاعنا. ايه المراحل اللي بيمر بيها الريسبروكيتنج كومبريسور كنوع من انواع الكومبريسور اللي هو اشهر نوع؟ زي ما شفنا انا ببقى عندي المكبس موجود زي ما انت شايف كده، ادي مكبس واسطوانه. المكبس في الاول عندي عند التوبلت سنتر، فبنعرف حاجه كمان اسمها الكليرنس. طب وليه انت عندك كليرنس جوه الكومبريسور؟ حد يقول لي ليه في كليرنس؟ ليه ما عملناش المكبس وشه بالظبط عند الهيد؟ ما فيش كليرنس اصلا. عشان ما اخبطش بالفولت بالظبط، عشان انت عندك في حركه هنا للفالف زي ما انت شايف كده اهو، لما ادور اعمل عليها دايره هايلايتنج اهي، انت خايف ان في لحظه ما ممكن يحصل مشكله ولا حاجه فيفضل الفالف ده متعلق. ففي الحاله دي لازم تسيب له مكان لا قدر الله لو حصل حاجه، انه ها لازم يبقى في فرصه ما يحصلش، والا يحصل ايه؟ انه يتكسر المكبس ده، يتكسر كمان والتكلفه تبقى عاليه جدا. طيب بيتحرك المكبس ما بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر، بيعمل عمليه السكشن، ونفس الكلام قلنا بياخد فوليوم وبعدين يبدا يقلل الفوليوم دوت. لغايه لما اوصل لمرحله اهي زي ما انت شايف، ادي مرحله رقم 1 2 3. يبقى لما المكبس بينزل لتحت بيعمل عمليه تفريغ للغاز اللي موجود، وبالتالي الضغط بتاعه يقل، يبقى ضغط السكشن بقى اكبر من ضغط الاسطوانه بسنه، يقوم المحبس ده يفتح. طيب وبعدين لغايه لما اوصل البوتوم ديد سنتر يتساوى الضغطين، خلاص مليت الغرفه عندي بنفس الفلو او بنفس الماتيريال، وبالتالي اللي هو الفريون يعني، وبالتالي الضغطين هيبقوا قد بعض. في اللحظه دي ما بيبقاش في فرق ضغط، فالسكشن فالف يقفل. السؤال بقى، هل الديستشارج فالف هيفتح في اللحظه ديت؟ لا. ليه ما يفتحش؟ لان انا عشان افتحه انا لسه جوه الضغط، انا عندي ضغط السكشن اللي هو الضغط القليل، ضغط الايفابوريتور، لكن اللي بره ضغط الكوندنسر، فانا لازم الاول اضغط 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 لغايه لما اوصل عند نقطه ما الضغط جوه الاسطوانه بقى قد الضغط بتاع الديسشارج. عند اللحظه دي يقدر المحبس ده يفتح وابدا اعمل عمليه ديسشارج، اخرج الشحنه بتاعتي. بما انك بتتكلم على عمليه كومبريشن، احنا اتعلمنا ثيرموداينامكس وقلنا في الثيرموداينامكس في عندي طرق كتيره لايه، للعمليه الكومبريشن. ممكن تبقى العمليه دي ايزوثيرمال، او ممكن تكون ادياباتيك، او ممكن اعتبرها بوليتروبيك. لو انت فاكر احنا كنا بنتكلم في الثيرموداينامكس السيستم ده اقدر اعتبره اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ مبدئيا هل هو closed system ولا open system؟ يا شباب معايا ولا ايه؟ معايا كده. ايوه بسألكوا، ها open system ولا closed system؟ open. ده open. open system. وخدنا قبل كده انه على ال بي في diagram ال process بتاعتي اللي هي عملت ال compression او ال expansion، في حالة الأوبن سيستم المساحة شمال المنحنى بتعبر عن إيه؟ فاكر إحنا قلنا الورك بيساوي ناقص تكامل ها
VDB. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ يبقى المساحة الشمال المنحنى بتعبر عن مين؟ ها؟ عن الشغل. لو انت قارنت ما بين عملية الاكسبانشن او الكمبريشن، في عندي كم احتمال؟ اما انك تمشي بي في اس واحد، اللي هي يعني ايه بي في اس واحد؟ ها حد يفكرني، بي في اس واحد معناها ايه؟ بسأل كونستانت، دي اللي هي بيسموها تي كونستانت، لو بيسموها ايوثيرمال. او ان انا امشي ها ايزنتروبيك اس كونستانت. لو احنا فاكرين الميل بتاع الاس كونستانت على البي في دايجرام، ميله شديد شويه مقارنه بالبي في اللي هو تي كونستانت، يعني ده تي كونستانت وده الاس كونستانت. وبالتالي انا مصلحتي لو كان ينفع اجراء الكومبريشن يتم ايزوثيرمال، كنت هدفع ورك اقل ولا اكتر من الايزنتروبيك؟ ها اقل. انا عايز فعلا عايز ادفع ورك اقل، بس احنا اتفقنا ان اجراء الايوثيرمال، فاكرين اللي احنا قلنا عليه في الاول، محتاج تايم قد ايه دوت؟ كبير، كبير جدا. اه هو حلو من ناحيه ان الورك بتاعه اقل، لكنه محتاج تايم انفينيتي، مش هينفع. فاحنا بنمشي قلنا ايزنتروبيك، فبالتالي الورك ماله زاد. طيب لكن الحقيقه انه مفيش حاجه اسمها ميكانيكال بارت بتتحرك من غير فريكشن. مفيش حاجه اسمها ميكانيكال بارت هتتحرك وفيها فريكشن ومش هيحصل تسخين للاجزاء بتاعه الفريون اللي جوه، وبالتالي هيحصل حاجه اسمها حراره، يبقى ما هواش ادياباتيك وبقى فيه فريكشن. ايه ده؟ يعني ما هواش ايزنتروبيك. امال هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بوليتروبيك. يبقى لو رجعنا ثاني للسلايد دي اهو، انا ممكن يبقى شغال في الحقيقه ان هو بوليتروبيك، كان نفسي بايوثيرمال لكن في الاخر لقيته محتاج تايم انفينيتي، فقلنا خلاص نمشي ايزنتروبيك، لكن الحقيقه ان هو بوليتروبيك بي في اس ان سو كونستانت، معناه ان الورك اللي بندفعه ماله اكبر. طيب الورك البوليتروبيك ده كنا بنجيبه ازاي لو احنا فاكرين؟ ما هو بما وانت اعتبرت ان الاجراء بتاع الكومبريشن بي في اس ان بيساوي كونستانت، او من هنا انا عندي تي في في اس ان ماينس 1 بتساوي كونستانت، وبالتالي في عندي علاقه بتربط ما بين التي والفي، اهو في 2 على في 1 بتساوي بي 1 على بي 2، خد بالك انها معكوسه، اس 1 على ان. جبتها منين الكلام ده؟ اهو من دي، بي 1 على بي 2 بتساوي في 2 على في 1 اس ان، خدت الان الناحيه الثانيه بقت 1 على ان. طب ومن العلاقه ديت اعمل ايه؟ اهو بتساوي تي 1 على تي 2، الكلام ده اس 1 على ان ماينس 1. يبقى لو بربط العلاقه بين التمبريتشر، بس خد بالك بالكلفن، الكلام ده بالكلفن، لو بربط ما بين T والP، يبقى إذن P1 على B2، إذن function في T2، T1 على T2 أس N على N-1. يبقى من خلال الـ pressure ratio اللي هي B1 وB2 ده اللي هو مين؟ دي الـ pressure ratio على الكمبريسور، قلنا الكمبريسور الـ reciprocating مستو إن ممكن أوصل للـ pressure ratio 10، لكن الأنواع التانية لأ، وبالتالي محتاج منهم مالتي ستيج. الحل بالنسبه للكمبريسور الثانيه البريشر ريشيو بتاعتهم قليله، بتتكلم مثلا في 4، يعني من 1 ل 4 او من 2 ل 8، البريشر ريشيو لما تقسمهم على بعض بي 2 وبي 1 ممكن تبقى الرقم بتاعها صغير. يبقى بي 2 على بي 1 بيساوي تي 2 على تي 1 اس ان على ان 1، ده اللي هو بيمثل البريشر ريشيو. ناخد بالنا الاندكس ان ده في رينج كام؟ ما بين 1.2 او 1.15 في الرينج دوت، ادي الاندكس. فمسالتي بتاعت الكومبريشن ما هياش ايزنتروبيك، يا ريت كانت ايزنتروبيك، ولا هي ايزوثيرمال لكنها بوليتروبيك. جميل. طيب وبالتالي لو انا كملت بقى ومشيت ورا التكامل ده، هوصل في الاخر ان قيمه الورك بتاع التكامل بتاعي بيساوي الكلام ده، ان على ان ماينس 1 بي 1 في 1 سبيسيفيك في القوس ده اللي هو 1 ماينس بي 2 على بي 1 اس ان ماينس 1 على ان. هل مطلوب مني اثبات؟ لا، بس تبقى عارف القانون ده جه منين وخلاص. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال جبنا الورك ده منين؟ الله، مش انت كنت قلت لنا من شويه او معنى صح المره اللي فاتت ان ادي البي اتش دايجرام، وانا خلاص عرفت ادي الضغط اللي هو البي هاي او البي كوندنسر، وادي البي لو،
او بي ايفابوريتور، وان نقطه واحد دي نقطه معروفه اللي هي ساتوريتد فيبر. كل مطلوب مني اني همشي ايزنتروبيك اس كونستانت واروح اجيب نقطه 2، ومنها هروح اجيب، عشان كده رحنا على البي اتش دياجرام، انزل اجيب اتش 1 واتش 2 اهو، ادي اتش 1 واتش 2. وقلت لي المره اللي فاتت ان الفرق ده هو ورك كومبريسور، صح ولا لا؟ امال ايه الجديد النهارده؟ ليه في اختلاف كده؟ ايوه الكلام ده خاص بمين؟ ان اس مالها كونستانت. المره دي بقول لك لا، ما بقاش اس كونستانت، ده بقى بوليتروبيك. يعني انا همشي من 1 ل 2، الله اعلم بقى 2 الحقيقيه دي فين، 2 اكتشوال دي فين. وبالتالي الورك كومبريسور اخباره ايه؟ ها زاد ولا لا؟ معايا يا شباب؟ الورك كومبريسور اخباره ايه؟ زاد. كان نفسي امشي ايزوثيرمال لكن ما ينفعش، كان نفسي كمان امشي ايزوتروبيك لكن الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها ايزوتروبيك، في حاجه اسمها اكيد انتقال حراره، واكيد في عندي فريكشن، وبالتالي الحقيقه ان هي ماشيه هعتبرها واقربها الى بوليتروبيك. طب انا اجيب بقى الورك منين الجديد ده اللي هو نقطه 2؟ يعني اجيب 2 دي منين اصلا؟ ما انت لسه قايل لي ان لو عرفت البوليتروبيك اندكس، او لو قست التمبريتشر 2، لو عرفت اجيب تمبريتشر 2 بكده عرفت تي 2 اهو اكتشوال، رحت قستها وعندي نقطه 1 بيمر بيها تمبريتشر اسمها تي 1، يبقى هرجع للعلاقه اللي احنا قلنا عليه تي 2 على تي 1، بس هنا تي 2 اكتشوال، خد بالك بالكلفن، اس ان ها ماينس 1 ان على ان ماينس 1 هتساوي بي 2 على بي 1. لو عرفنا البريشر ريشيو وعرفنا التمبريتشر، دي المجهول الوحيد هنا في المعادله دي مين؟ اقدر اجيب الاندكس ان، لو خدت لوغاريتم الطرفين هعرف اجيب قيمه البوليتروبيك اندكس اللي هو مشي بيها من 1 ل 2. واضح ازاي بنجيب البوليتروبيك اندكس؟ او لو هو مديني في مساله البوليتروبيك اندكس خلاص هيبقى المجهول الوحيد هو تي 2. طب وانت عايز الكلام ده ليه؟ ما هو انا محتاج عشان اعوض واجيب قيمه الورك. خد بالك في الحاله دي لما اطبق بقى الفيرست لو على الكمبريسور، لما كان ايزنتروبيك كنت بتقول ايه؟ بتقول ان الكيو ماينس الورك هتساوي ها دلتا اتش اللي هو اتش 2 ماينس اتش 1. فكنت بتقول ان الترم ده بكام؟ اللي هو كيو كومبريسور كنت بتقول ان هو بزيرو. لكن في حاله البوليتروبيك هل الكيو قيمتها بزيرو؟ لا. امال الكيو بقى بكام؟ اه بقى في كيو انا ما اعرفش قيمتها بكام. ورك الكومبريسور بتاع البوليتروبيك اهو هعرف اجيبه من هنا، عشان كده كنت محتاج الاندكس ان. وفي نفس الوقت من الخريطه هروح اجيب اتش 1 واتش 2 اكتشوال، هروح اجيب دي منين؟ ما انا عرفت التمبريتشر 2 يبقى هروح اجيب هنا اهوت اتش 2 اكتشوال وارجع اعوض بيها هنا، ومعايا اتش 1 ومعايا ورك كومبريسور. ايه المجهول؟ ادي كميه الحراره اللي هتخرج من الكومبريسور عندي اثناء عمليه الكومبريشن. انا يا شباب واضح الكلام اللي انا بقوله ده ولا محتاج اقوله بطريقه ثانيه؟ يا ريت يكون في تفاعل. نيجي بقى لنقطة تانية، عايزين نرسم حاجة اسمها البي في دايجرام للكمبريسور بالظبط. تعال نمشي كده مع بعض على الصفحة ديت ونمشي مع بعض. تعال نرسم الكمبريسور أهو. هتخيل كده أدي الكمبريسور. أدي الجدار بتاعه. وأدي الهيد. الهيد ده فيه 2 بورت وفي عندي هنا فالف للسكشن وعندي فالف للدليفري، وبالتالي في عندي ماسوره بتاعه تشارج رايحه على بي كوندنسر وفي ماسوره جايه لي من البي ايفابوريتور. طيب وبالتالي انا عندي النقطه دي تمثل ها التوب ديد سنتر، والنقطه دي تمثل البوتوم ديد سنتر، والمكبس بيتحرك ما بين التوب والبوتوم. جميل جدا. طيب ولو انا عايز ارسم بقى البي في دايجرام هعمل ايه؟ اهو هاخد من هنا من عند الحته دي كده الحجم ده كله اهو، الحجم ده كله اهو، ده اسمه حجم السلندر، في سلندر اهو. لكن انا بتكلم على الحته دي بس. ده بيسميه ايه بقى؟ بيسموه الستروك، في ستروك. طيب وبالتالي كده انا برسم بي مع في، مش سبيسيفيك فوليوم، بي مع التوتال فوليوم بتاع مين؟ انا برسم كده الكمبريسور.
طب ما هو الكمبيزر ده هيشتغل ما بين خطين اتنين ضغط انت لسه قايل لي عليهم، ادي بي كوندنسر وادي اهو بي ايفابوريتور. تعال نتكلم ان الكمبيزر ده هيشتغل لاول مره في حياته، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان انا عندي هنا ادي البيستون اهو موجود عند الوضع ده، هيبدا البيستون ده يتحرك لغايه لما يوصل عند ها البوتوم ديد سنتر. بس اثناء وهو بيتحرك هيعمل ايه في المنطقه اللي جوه دي؟ المنطقه دي احنا سميناها ايه بقى؟ الحته دي اللي هو الفرق ما بين التوب ديد سنتر وبين الفوليوم عند زيرو او الهيد. الحته دي سميناها ايه يا شباب؟ كليرنس. بالظبط ده كليرنس، كليرنس فوليوم. وقلنا محتاجينها ليه؟ عشان نحمي الفالف لو باظ ولا حاجه يبقى في عنده مسافه يتحرك فيها. سر صناعه الكمبريسور في العالم كله بين الشركات هي حته الكليرنس، ازاي يقدر يعمل كليرنس كويس ويقلل الكليرنس اقل ما يمكن وفي نفس الوقت يحمي الاجهزه بتاعته. هنعرف ليه الموضوع دوت بعد شويه. طيب الكمبريسور ده لما بدا يتحرك سنه كده فبدا يحصل فيه عندي فاكيوم في المنطقه دي، بيحصل خلخله للضغط، وبالتالي بقى المحبس ده مفروض منه يعمل ايه؟ اهو المحبس ده المفروض يعمل ايه؟ يفتح. المحبس ده هيفتح اهو، فتح كده. بدأت الفريون يعدي من بره لجوه، عمال يعبي فين؟ جوه الاسطوانه. فين انت دلوقتي؟ انا بقيت عند النقطة دي. ليه انت بتقول ان انت بقى عند النقطة ديت؟ اهو وصفها لي، فريون جاي عند بي ايفابوريتور ومالي الحجم كله بتاع الستروك، صح ولا لا؟ يبقى دي نقطة هنسميها نقطة A. حد عنده اعتراض ان هي مش دي مكان A؟ كلنا متفقين معايا؟ يا شباب متفقين معايا كده؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب المحبس في الحاله دي هيعمل ايه بقى؟ خلاص ما هو الضغطين بقى قد بعض، المحبس هنا بتاع السكشن هيقفل. طب امال البيستون ده هيعمل ايه؟ هيبدا يتحرك من البوتوم ديد سنتر رايح نحو التوب ديد سنتر، عمال ها يضغط 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 يضغط. انت بتقول لي في الاول ان هو ايزنتروبيك، تعالى نعتبر ان هو يا سيدي ايزنتروبيك اس كونستنت. فهلاقي ان المكبس ده عند الوضع ده وليكن في نص الشوط تقريبا او قرب نص الشوط، عند الفوليوم ده تحديدا، الضغط بتاع الفريون اللي موجود جوه، الضغط بتاع الفريون اللي موجود جوه اخباره ايه دلوقتي؟ الفريون ماله دلوقتي؟ الضغط ولا ما الضغطش؟ وبقى قيمته بتساوي كام عند النقطه بي؟ حد يقول لي بكام بقى دلوقتي؟ بكوندنسر. جميل جدا. اذا المحبس ده ممكن يفتح دلوقتي، خلاص اهو فتح اهو، وبدا الفلو. كل المطلوب من المكبس وهو بيتحرك لقدام الحاله دي بنسميها مجرد المكبس بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ديستشارج، يعني بيخرج، مفيش حاجه، مفيش ضغط بيزيد، كل الحكايه ان الفريون عمال يخرج رايح ناحيه الكوندنسر. السؤال هو ممكن يكمل لغايه فين؟ لغايه انهي نقطه؟ الحقيقه انه ما يقدرش يروح اكتر من النقطه سي، دي اقصى حاجه ممكن المكبس يوصل لها. طب ليه المكبس ما قدرش يوصل اكتر من كده؟ بالظبط. طيب ممكن حد يشرح لي او يقول لي ايه اللي حصل دلوقتي؟ المحبس ده اخباره ايه بتاع ديسشارج في اللحظه دي؟ قفل. المكبس موجود فين؟ اهو عند التوب ديد سنتر، اهو مكانه اهو. طب ممكن حد يقول لي ايه حاله الغاز اللي موجوده حاليا؟ يعني يقول لي ضغطها كام وحجمها كام؟ ضغطها بي كوندنسر و ادي الفريون اهو محبوس فين؟ محبوس هنا زي ما انت بتقولي فعلا. ها ضغطها ضغط كام؟ الكوندنسر. والحجم؟ الكليرنس فوليوم. جميل. المشوار الاولاني خلص، انت بقى عايز تكمل السايكل دي، عايزه ايه بتاعت الفريون اللي هو سايكل اللي هي الريفيجن سايكل، عايزين نفضل سايكل ورا سايكل سايكل ورا سايكل. يعني انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ عايز تدخل تاني فريون منين؟ من عند الايفابوريتور، صح؟ ازاي بقى فريون عند ضغط الايفابوريتور يدخل على كليرنس مليانه غاز ضغطه ضغط الكوندنسر؟ نحلها ازاي دي؟ نعمل ايه يا شباب؟
مستني منكم إجابة. نعمل إيه؟ واحنا محتاجين يعني نبتدي السكشن ستروك تاني قبل ما ما هو ازاي هنعمل سكشن والماده اللي جوه السيستم اللي جوه دلوقتي مضغوط، غاز مضغوط عند ضغط الكليرنس. طيب يبقى ممكن نعمل اوفرلاب بين الفولفز، انه نفتح الانتيك والديسشارج مفتوحه بحيث ريبليس. ازاي يعني؟ اقتراح اخر. الحقيقه ان مفيش قدامي حل واحد، ان انا اعمل اكسبانشن الاول للغاز اللي محبوس جوه كليرنس. الغاز ده اللي هو في المنطقه ديت اللي انا مش هقول عليها اهي اهو، ده محتاج ان انا اخفض ضغطه. طب اتخفض ضغطه ازاي؟ ان انا اعمل له اكسبانشن، يعني سي دي هتنزل ها، وبالتالي الحجم اخباره ايه؟ يزيد. اهي النقطه عماله حجم عمال يزيد والضغط عمال يقل. يعني المكبس بيتحرك فين دلوقتي؟ نازل في شوط الايه؟ السكشن. بس هل في شحنه جديده بتخش للسيستم؟ لا، لان لسه الضغط بتاعه اكبر من ضغط الليبريتور. لغايه فين؟ لغايه ما اقدر اخلص من الضغط اللي موجود جوه عندي دوت. واوصل بالنقطه بتاعتي لغايه فين؟ لغايه النقطه دي. عند النقطه دي ديت ادي المكبس واقف اهو. اصبح الغاز اللي كان محبوس في الكليرنس اتمدد وشغل كل الحيز ده، صح ولا لا؟ اهو الغاز اللي كان محبوس في الكليرنس شغل، مش الكليرنس بس، شغل حته كمان من السكشن. سؤال بقى، الضغط جوه دلوقتي عند النقطة دي ايه الأخبار؟ عند الحالة دي ايه الأخبار؟ بيساوي الضغط بتاع الإفابوريتور، صح كده؟ معايا يا شباب ولا ايه؟ تمام جميل. هل في الحالة دي ينفع المحبس ده يفتح بتاع السكشن ويدخل لي غاز من الإفابوريتور ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع، بالتالي المكبس هيكمل المسار بتاعه، بيكمل نزول رايح للبوتوم ديد سنتر، ويبدا من هنا نعبي شحنه جديده اهي، اللي هي من فين لفين بقى حجمها؟ حجم الشحنه الجديده اللي هو من دي الى اي. شفت بقى ان انت عشان عندك كليرنس اتسبب في ان في غاز هيتحبس في الكليرنس كل سايكل، ملوش حل غير انك تعمل له اكسبانشن الاول اللي هو من سي الى دي، وده هياخد جزء من الستروك بتاعك، ويتبقى لك بقى حاجه اسمها من دي الى اي. ده بنسميه حاجه اسمها ايه بقى؟ ده بنسميه الافكتيف ستروك، الستروك الحقيقي او الستروك المفيد. يبقى انت مليت شحنه جديده فريش من فين لفين؟ من فين لفين؟ من دي لايه بالظبط؟ ادي المكان اللي هتملى فيه الشحنه الجديده من دي الى اي. ادي الفوليوم اللي انت لونه اخضر ده هو اللي انت مليت بيه الاسطوانه فعلا في الحقيقه. كل مره عند الضغطين دول هتملى الكميه دي. طيب يحصل ايه بقى في الكميه اللي عندك؟ عندك كميتين لونها اخضر ولونها ايه؟ برتقالي. دي هيمشوا مع بعض، هينضغطوا من A لغايه لما اوصل عند B. من B الى C بخرج الشحنه اللي لونها اخضر اللي هي الفريش، ويتحبس الكميه بتاعتي اللي هي موجوده في الكليرنس. واعمل فيها ايه؟ اعمل لها اكسبانشن من سي الى دي عشان انا عايز شحنه كمان جديده ثانيه، ومن دي الى ايه؟ اعبي الشحنه الفريش الجديده. هو هكذا. يبقى دايما الحقيقه ان اللي انا بملاه فعليا مش الستروك كله، لا انا بملى الافكتيف ستروك. وبالتالي انت كنت متخيل انك بتملى الفوليوم كله، لكن انت الحقيقه بتملى فوليوم مش التوتال، مش التوتال فوليوم اللي عندك اللي هو الافكتيف بس. فبنعرف هنا حاجه اسمها ايتا فولومتريك. ايه هي بقى ايتا فولومتريك؟ الفوليوم الحقيقي اكتشوال اللي انت مليته اللي هو جاي من الافكتيف ستروك على الفوليوم ثيوريتيكال اللي انت كنت متخيله اللي هو بيساوي باي على 4 الدايمتر بتاع الاسطوانه سكوير في الستروك. امال اللي فوق ده اسميه ايه بقى؟ ده اللي هو باي على 4 الدايمتر بس في الستروك الافكتيف. تمام كده يا شباب؟ واضح ولا الدنيا مش واضحه؟
حد ليه اي سؤال في حكايه الفولومتريك افشنسي لغايه دلوقتي؟ دكتور بس هو الثيوريتيكال فوليوم ده بيحصل صح؟ نعم الثيوريتيكال فوليوم ده بيحصل صح؟ لا انا بقول لك انت كنت ثيوريتيكالي متخيل انك هتملى الفوليوم ده كله. كلمه ثيوريتيكال يعني ايه؟ يعني انت متخيل انك هتملى الكميه ديت بفريش تشارج. هل الكميه دي كلها اتملت فريش تشارج؟ اتعملت في اول سايكل بس. احنا خلاص سيبك من اول سايكل، بعد كده سايكل افتر سايكل. يبقى الفريش فين؟ اللي هو الجزء اللي لونه اخضر ده هو ده الافكتيف. انما الاسطوره كلها مليانه ما قلتلكش لا، بس في حبه محبوسين دايما مسجونين، لا هيخرجوا ولا رايحين جايين، بس يضغطوا واكسبانشن ضغطوا واكسبانشن. الفريش هو الجزء الاخضر ده. طبعا انا بعمل سيمبليفيكيشن الموضوع ان هو ميكس مع بعض يعني، لكن الكميه اللي بتخرج كل مره هي كميه الشحنه اللي انت شحنتها بس، صح ولا لا؟ لكن هيظل عندي كميه جوه حجمها حجم الكليرنس بضغط الكليرنس، لكن انا محتاج اعمل لها تبدد من ضغط الكليرنس الى ضغط الكوندنسر يعني الى ضغط الايفابوريتور، وبالتالي بتاخد حيز من الستروك. وده بيعمل لي حاجه اسمها ان مش كل ستروك انا بستفاد بيه، بستفاد بالافكتيف بس. كده واضحه بالنسبه لكم ولا بطريقه ثانيه؟ لا تمام. اوكي. الحقيقه ان الكلام ده اللي موجود ده بطك ثيوريتيكال، يعني ده الفوليوم انفولمتريك افشنسي ثيوريتيكال. ايه ده، هو في تفاصيل اكتر من كده؟ يا باشمهندس قول. هو الاكسبانشن من سيل دي بيحصل ازاي؟ يعني ستريت لاين زي ما حضرتك رسمت كده ولا لا؟ اللي هو اس كونستانت. او لو قلنا لو الاكتوال بقى ان احنا قلنا ايه، ما انا اقول لك لسه كمان ان هي مش اس كونستانت، ده بي في اس ان بيساوي كونستانت. وبالتالي وضع الميول دي هتتغير ويبقى الافكتيف اللي انا استفدت بيه ماله كمان هيقل سهل بالظبط. طيب كده وضحت موضوع الفولومتريك افشنسي. واضح يا شباب اللي انا بقوله ولا اقوله بطريقه ثانيه؟ تمام واضح. طيب تعال نروح لموضوع كمان ثاني. هو انت ما قلتلناش من المره اللي فاتت، هو انت على اي اساس اخترت بي كوندنسر وبي ايفابوريتور؟ الحقيقه انه انا عندي منتج موجود جوه الروم، ممكن يكون المنتج ده البني ادمين في حاله بيعمل تكييف، وبالتالي في عندي تي روم انا عايز احققها اللي هي 25 درجه مئويه، فاكرين الكلام ده في التكييف. او لا، ده انا عندي غرفه بخزن فيها بطاطس، فالبطاطس دي هتعيش عند درجه حراره 2، او ده لحمه انا عندي ناقص 20. ففي حاجه هنا ده الديماند بتاعي. ايوه، بس انت عايش مع انفايرمنت في الصيف درجه الحراره بتاعتك 45، ده تي اتموسفير. فالسايكل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، ادي التي هاي لازم يرمي حراره كيو هاي للجو، وقلنا ان عندي تي لو لازم هتاخد حراره، او التي ايفابوريتور يعني، ما ده التي ايفابوريتور، واللي هناك ده اللي هو التي كوندنسر هياخد حراره من الروم اللي هي كيو لو. كل الكلام ده هنركبه في سايكل، السايكل دي اللي احنا سميناها ايه بقى؟ ريفريجريتور، اللي هي بتاخد كيو لو عشان تدي كيو هاي، في المقابل بندفع لها شغل. طيب لو احنا عرفنا ان تقريبا في دلتا تي حوالي 10 درجات ما بين الاتموسفير والتي هاي، في حد كده يقدر يقول لي ان التي كوندنسر بقت بكام؟ بحوالي كام؟ 55. طيب ولو عرفت ان كمان في عندي دلتا تي ما بين الايفابوريتور وبين الروم، يبقى كده درجه حراره الايفابوريتور كام؟ لو انا عندي درجه حراره روم 25، انا عايز تي الايفابوريتور بكام؟ بكام؟ 15 درجه. يبقى انا عندي كده تي ايفابوريتور ب 15. طب تخيل بقى لو انا بتكلم على خضار او مانجا او فاكهه او حاجه، ها درجه الحراره هتقل. تخيل لو انا بتكلم على لحمه مجمده، درجه الحراره هتقل اكتر. فخلينا مثلا الاول في تكييف. طب ما انا رحت للسوق ودورت بقى على ايه الفريونات المتاحه، فقالوا لي والله في حاجه اسمها ريفريجرنت، هو ده اشهر حاجه في السوق اللي هو 134A. فهروح على الخريطه بتاعته، ادي البي اتش دياجرام، وبما ان التمبريتشر دي غصب عني اتحددت، انا مش في ايدي، ده الكونديشن بتاعت الجو،
والكونديشن بتاعت المنتج، ما انا مش في ايدي. هروح ابص بقى على البي اتش دياجرام، والاقي بقى ان التمبريتشر 55 اهي، وهلاقي ان التمبريتشر اللي هي اسمها 15 اهي. دول بينظروا ضغط اسمه ضغط الكوندنسر، وده بينظر ضغط قيمته ضغط الايفابوريتور. فمن هنا اتحددت عندي البي كوندنسر والبي ايفابوريتور، مش انا اللي بحددهم من بره، لا ده هي ظروف الاتموسفيرك وظروف المنتج هم اللي بيحددوا لي التمبريتشر، وبيزد عليها حسب نوع الفريون هيبقى عندي التمبريتشر دي بتناظر ضغوط معينه. كده انا اصبح البي كوندنسر اتعرف وبي ايفابوريتور اتعرف، وده اللي احنا كنا راسمينه هنا، ادي بي كوندنسر وبي ايفابوريتور. واضح يا شباب اللي انا عايز اقوله ولا في مشكله؟ طيب تخيل الاتي، والله انت المنتج بتاعك اتغير او الفريون بتاعك اتغير او درجة حرارة الجو زادت، مش 45 ده زادت اكتر، ايه اللي هيحصل للدياجرام اللي احنا كنا راسمينه دوت نتيجة ان الضغط الكوندنسر زاد او ضغط الايفابوريتور قل؟ تعال نشوف. احنا كنا متخيلين ادي الضغط ده بتاع الايفابوريتور وادي الضغط بتاع الكوندنسر، وكنا شغالين بالمنظر ده اهو، ادي نقطه A بمشي لغايه نقطه B، محتاج امشي لغايه C الاول، بعمل اكسبانشن من C الى D بالمنظر ده. يبقى دي السايكل بتاعه الكمبريسور كبي في دايجرام. لكن نتيجه ان التمبريتشر بتاعت الجو زادت فالضغط بتاع الكوندنسر هيزيد، متفقين معايا؟ كده مطلوب من الكمبريسور انه يوصل بس لغايه بي ولا يضغط لغايه بي داش؟ خد بالك ان انا كده ولا كده عندي حاجه اسمها كليرنس، اهي كده ولا كده انا عندي حاجه اسمها الكليرنس، فمش هقدر اتحرك من بي داش الا لغايه، همشي لغايه فين يا شباب؟ لغايه فين؟ لغايه الكليرنس. اللي هي نقطة كام بقى؟ اللي هي نقطة ها؟ C داش. قارن لي بين C وبين C داش، C داش كمية الغاز اللي موجودة هي نفس حجم الكليرنس، ولكن ضغطها بقى أكبر، بقى ضغط الكوندنسر الجديد الأعلى. يبقى ده غاز عند ضغط أعلى، فمحتاج أعمل إكسبانشن الأول، إكسبانشن 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 لغاية فين؟ شايف؟ لغاية دي داش. احكي لي بقى دلوقتي على ايه حكاية او قد ايه عندي effective stroke، زاد ولا قل؟ قلت. يبقى الفولومتريك efficiency عمال يحصل فيها ايه؟ بتقل. كل ما البريشر ريشيو بتزيد كل ما الفولومتريك efficiency او الافكتيف يعني من الاخر الفوليوم اللي بيتحرك جوه السايكل عمال يقل. تخيل كمان التمبريتشر بتاعت الجو زادت اكتر، وبالتالي الضغط كمان زاد اكتر، بقى فين دلوقتي الضغط؟ اهو ادي الضغط الجديد بي سي بي كوندنسر دبل داش، فده هيخلي الكمبريسور يضغط من A لغايه لما يوصل عند اهي بي دبل داش. سؤال بقى، ما هو بي دبل داش في الحاله دي هو نفسها سي دبل داش، يبقى فين الكميه اللي بيخرجها؟ مفيش. امال ايه الحكايه؟ كل الغاز اللي جوه الاسطوانه اتحشر فين؟ في الكليرنس عند ضغط الكليرنس اللي ضغط الايه؟ الكوندنسر. طب وهتعمل ايه عشان تملى شحنه جديده؟ هضطر اعمل اكسبانشن، ما انا هضطر امشي على نفس البي في اس ان اهو، نفس الاكسبانشن عمال طالع نازل على نفس الخط ده لغايه لما اوصل عند دي دبل داش. ايه ده؟ ما هو دي دبل داش هي نفسها ايه؟ يبقى الشحنه الجديده بكام؟ قيمتها بكام؟ زيرو. ايه ده؟ يعني كل ما درجه حراره الجو بتزيد البريشر ريشيو عماله تزيد، لكن ممكن اوصل لنقطه ما فيش اصلا فريون بيلف في السايكل، يعني ده كارثه. تخيل بقى البريشر ريشيو عاليه على الكمبريسور، يعني الورك اكتر، استهلاك اكتر، وفي ان الباور مش مجرد بس كفايه، ده كمان انت عندك ما فيش فلو ريت ماشي جوه السايكل، يبقى الاكل ده هيتبرد
او التكييف ده هيشتغل؟ لا، دي اللحظه اللي عندها بيسموها ايه بقى، بيحصل حاجه اسمها اوفرلود للكمبريسور، وهتلاقي فيه عليه جهاز كده اسمه هاي بريشر كات اوت، اللي هو كات اوت ده اللي هو بيحصل لما يقول لك الكمبريسور فصل اوفرلود، ما هو وصل لبريشر ريشيو اعلى من اللي هو يتحملها، خلاص ممكن ما فيش فلوريت معدي، ما بتعملش حاجه. وخد بالك كمان ان التمبريتشر بتاعت بي اللي هو المخرج بتاع الفريون وخارج من الكمبريسور، هل هي نفسها التمبريتشر بتاعت بي داش، هي نفسها التمبريتشر بتاعت بي دبل داش، ولا مين اكبر؟ كل ما انت بتعلى في البريشر ريشيو واضح ان التمبريتشر اللي هي مخرج الكمبريسور بتزيد. طب وانت خايف منها في ايه؟ خد بالك انا لو زودت درجه حراره الخروج، خد بالك احنا اتكلمنا من شويه ان الفريون دوت بيتفاعل او بيمر جنب مين؟ جنب الزيت. المحرك سوري الكمبريسور، المكبس والاسطوانه، في بينهم وبين المكبس والاسطوانه في زيت. طب ما هو الزيت ده لو اتعرض للتمبريتشر ممكن توصل ل 120 درجه مئويه، ممكن يتحرق. ايه ده، لو انت حرقت الزيت ده حولته الفاعل يعني كربون او عامل زي كان رمله جوه كده، الكمبريسور ده ماله باظ. فانت في عندك ريستريكشن، ممنوع تزود التمبريتشر بتاعت مخرج الكمبريسور، بيسموها ديتشارج تمبريتشر، انها ما تزيدش عند حد معين، والا الكمبريسور ده هيبوظ. طب ما بنفس الكيفيه اللي انا بقولها دي، لو العكس بقى ان بي ايفابوريتور هو اللي قل، اهو ادي بي كوندنس اللي احنا كنا بنقول عليه اهو، لكن المره دي هنعمل ايه بقى؟ هنبص على التمبريتشر، لو البي ايفابوريتور هو اللي عمال ايه يقل اهو، يبقى انا كنت ماشي من النقطه ده اهي، نقطه بي، وادي A وادي C وادي D. لما ضغط الايفابوريتور قل، الحقيقه ان انت بدات من فين اهو، من هنا ادي A داش، وهتحرك بيها لغايه B داش، وهمشي لغايه C داش، هعمل اكسبانشن لغايه فين؟ لغايه هنا، ده اللي هي D داش. الافكتيف ستروك اخباره ايه؟ برضك قل. يبقى في حاله ان انا البي كوندنسر بيزيد او البي ايفابوريتور بيقل، من الاخر البريشر ريشيو بتزيد، فده هيؤدي ان الافكتيف ستروك ماله يبقى اقل، لغايه ممكن نوصل الافكتيف ستروك بكام؟ بزيرو. كمان لو ضغط الايفابوريتور بقى اقل كمان، بي ايفابوريتور دبل داش اهو، شايف هتبدا من فين؟ هبدا من هنا اهو، هضغط لغايه سي واكسبانشن لغايه سي، انا ما بتحركش غير في الخط ده، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يبقى انا كده ما عنديش فلو ريت ماشي في السايكل. يبقى كده انا عندي ادي الفولومتريك افشنسي قيمتها بتساوي كام، ادي الافكتيف ستروك اخباره ايه، زي ما انت شايف كل ما ضغط بتاع الكوندنسر بيزيد ممكن اوصل لنقطه ما فيش اصلا افكتيف ستروك، يبقى كل ما البريشر ريشيو بتزيد، او ممكن حاجه ثانيه لو انت صنعت الكمبريسور دوت مش بطريقه يعني بروفيشنال، فمخلي الكليرنس كتير، كل ما كان الكليرنس حجمه يزيد كل ما ده هيسهل بسهوله انه عند بريشر ريشيو صغيره على طول اوصل لنقطه ان انا ما عنديش فلوريت معدي لان الفولومتريك افشنسي بتزيد. طيب لو مشيت ورا الديليفيجن ده هوصل في الاخر ايه؟ اهي ادي العلاقه اللي بتقول لي علاقه الفولومتريك افشنسي ب 2 فاكتور، ايه هم التو فاكتور؟ البريشر ريشيو اللي هي البي هاي والبي لو بكام؟ والكليرنس، انت عامل كليرنس ريشيو قد ايه؟ يعني عامل فوليوم بتاع كليرنس نسبة للفوليوم التوتال كام في المية؟ سي دي اللي هي كليرنس ريشيو. غالبا الكليرنس ريشيو في رينج 5%، ممكن تبقى 7%، 8%، طبعا لو كويسر قديم ممكن يبقى 10%، مش هاي تكنولوجي يعني فمش معمول كويس، لو جديد ممكن نوصل ل 4 ل 3% حاجة كده. طيب اذا كل ما الكليرنس ريشيو هتزيد هتطرح منين؟ من الواحد. كل ما البريشر ريشيو هتزيد برضك نفس الكلام هتطرح منين؟ من الواحد. يبقى اذا ممكن اخد المعادله دي واروح عامل اقول ايه؟ بتساوي زيرو. عايز اعرف انهي بريشر ريشيو اللي عندها الفولومتريك افشنسي هتساوي زيرو. من هنا هقدر اطلع قيمه البريشر ريشيو اللي عندها الكمبريسور ده مش هيشتغل. معناها ايه بيشتغل؟ على الفاضي. مكبس طالع ونازل، كل الحكايه ان انا عندي غاز في الكليرنس عمال اضغطه واعمل له اكسبانشن لكل الاسطوانه، وارجع اضغطه لكل الكليرنس، وارجع اعمل له اكسبانشن لغايه كل الاسطوانه. هل في فلوريت خارج من الكمبريسور؟ هل في فلوريت داخل الكمبريسور؟ لا. فتخيل بقى بريشر ريشيو عاليه، الكمبريسور بيشتغل لكن مفيش فعليا فلوريت ماشي جوه السايكل. عرفنا بقى مشكله الكليرنس فوليوم والفولومتريك افشنسي كبارامتر، وايه اللي بيتحكم فيها؟
اي سؤال في القصه ديت يا باشمهندسين معايا ولا ايه؟ واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. دي الفالفز اللي قدامكم كده، دي اللي هي بتفتح عشان السكشن والديسشارج فالف. بتفتح ازاي؟ وقلنا ان محتاج عباره عن زي، لو انا بصيت على الفيديو اللي احنا وريناه لكم، انتوا ركزوا في الحته دي قوي، ازاي الميكانيزم بتاع الفالف هو بيفتح لو كان الكمبريسور صغير. ده بيسموه حاجه اسمها فلابر فالف. لو الكمبريسور ده حجمه كبير، بنتكلم على ثلاجه كبيره، لا ممكن بيبقى كمان عليه ايه؟ سبرينجز. طب السؤال بناء بقى على الديزاين الحقيقي بقى، هل البيستون لما ينزل لتحت سنه ويبقى الضغط بتاعه جوه بي ايفابوريتور وبره بي ايفابوريتور، هل المحبس ده يفتح؟ لو في دلتا بريشر بيساوي زيرو على المحبس، هل المحبس ده هيفتح؟ لا مش هيفتح، مستحيل يفتح. نفس الكلام لو بين البي لو انا ضغطت جوه الاسطوانه لغايه لما وصلت بي كوندنسر وبره بي كوندنسر، هل المحبس بتاع الديسشارج يفتح؟ لا، ده انت عايز تكون كمان جوه بي الاسطوانه اكبر من بي ديسشارج عشان الفلو يعبر المحبس والمحبس يفتح اجينست السبرينج. نفس الكلام انت عايز تكون البي بتاعتك اقل من بي ايفابوريتور عشان المحبس اللي هنا ده يفتح ويعدي لك فلوريت. اذا الاكتشوال بقى دياجرام عامل ازاي؟ اهو ادي البي في دياجرام اللي انت كنت متخيله، ادي الفوليوم بتاعي، ادي الكليرنس. انا كنت متخيل انا ادي البي كوندنسر اهو، وادي البي ايفابوريتور. الحقيقه ان انا عندي مجموعه فورسز هتاثر عليا. ايه هي بقى الفورس ديت؟ لازم الضغط عندي يكون اقل من الايفابوريتور بيسموها بي لو، ولازم الضغط عندي يكون اكبر من الكوندنسر بنسميه البي هاي. يبقى الحقيقه ان الشكل بتاعي بقى عامل ازاي؟ ادي النقطه اللي انا هبدا عندها املى الاسطوانه، عندي بي اقل من بي ايفابوريتور، المحبس هيقفل، ابدا اضغط 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 اضغط. للاسف لو وصلت للنقطه دهيت اللي هي دي اللي كانت اسمها بي، الضغط بتاعي جوه كام؟ بيساوي بي كوندنسر، لكن عمر ما المحبس هيفتح. عشان محبس الديتشارج ده يفتح محتاج اكون متغلب على الانرشيا بتاعته، ما هو ليه كتله يعني ليه انرشيا، وبعدين كمان في عندي سبرينج افكت لازم اتغلب عليه، وبعدين انا هعدي من اريا صغيره فعندي ثروتلنج. فكده عندي كام عامل؟ عندي 3 فاكتورز. ايه هم؟ عندي اهو انرشيا لازم اتغلب عليها، عندي سبرينج عايز يرجعني تاني اهو، وعندي كمان حاجه اسمها ثروتلنج الفلو معدي من حته مخنوقه، فلازم الضغط يكون اكبر من القصه دي. يبقى هفضل اطلع لغايه ادي بي الحقيقيه اهي، ضغط عند بي هاي. بس وانس وصلت البي داش ديت الانرشيا خلصت، ما انا خلاص فتحت المحبس، فبيحصل انخفاض بسيط كده اللي هو قيمه الانرشيا في الضغط، وبقى عندي ان انا عندي لسه ايه، في سبرينج عايز يرجع لي المحبس يقفل ولازم اتغلب عليه، ولسه في عندي الثروتلنج، فانا ببدا ماشي لغايه هنا، ده عمليه الديتشارج بتاعي لغايه نقطه سي داش. طبعا ده هيخلي الضغط اللي جوه بتاع الفريون المحبوس في الكليرنس ماله يزيد، هعمل اكسبانشن منها، اكسبانشن اكسبانشن. طبعا خد بالك ان ده بي في اس ان بتساوي كونستنت، ما هوش ازنتروبيك، بي في اس ان بيساوي كونستنت. هنزل لغايه هنا، ادي النقطه اللي كان اسمها بي. هل عند اللحظه دي يقدر الصمام بتاع السكشن يفتح؟ لا. ليه؟ لان انا الضغط بتاعي جوه بي اللي هو جوه الاسطوانه بيساوي بي ايفابوريتور، وبره بي ايفابوريتور عمر المحبس ما يفتح، لازم يكون جوه فاكيوم شويه. فهنزل كمان عشان اغطي كام حاله؟ ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات دول؟ الانرشيا، سبرينج باك، والثروتلنج. فبنزل لغايه ادي بي داش. بعد شويه بيحصل عندي ايه؟ او خلاص خلصت من انرشيا، برجع تاني للقيمه بتاعت ان انا بغطي الثروتلنج وبغطي السبرينج. سبرينج باك المحبس عايز يرجع لمكانه الطبيعي. فده الشكل الحقيقي بقى، ده بيسموه الاكتشوال بي في دياجرام. اللي انت لاحظته ان ما بقاش عندي بي كوندنسر وبي ايفابوريتور، ده بقى عندي حاجه اسمها بي هاي وبي لو. عشان كده لو رجعنا للمعادله دي انا معوض هنا بالبي هاي على البي لو. واضح يا شباب
الجزء بتاع الفيرومتريك افشنسي والاكتوال فيرومتريك افشنسي وتاثير الثري فورسز دول اللي هم السبرينج باك والثروتلنج والانيرشيا على البي في دياجرام الاكتوال للكمبريسور. دكتور اي سؤال؟ ممكن نقول تاثير الثروتلنج تاني؟ تمام. دلوقتي عشان الفلو خارج من الاسطوانه ليها دايمتر صح؟ خد بالك انه هيعدي من المخرج، قلنا المحبس ده بيفتح حاجات بالملي، يعني الكروس سكشن اللي معدي منه صغير. طب ما ده فلو مخنوق صح ولا لا؟ تمام. فلازم يكون الضغط جوه عندي اكبر من اللي خارج بالفرق ده، او الضغط عندي اللي جوه اقل من الايه، من الايفابوريتور، عشان ضغط الايفابوريتور عشان الفلو يجي لي من الايفابوريتور. اوكي تمام شكرا. اوكي شكرا. يبقى كده بالنسبه لي هو ده قيمه الضغط اللي هو بيسميه البي لو، والضغط ده بيسميه البي هاي. طيب ادي شكل البي في دياجرام الاكتوال للكمبريسور. اذا البي هاي عباره عن ضغط الكوندنسر زائد قيمه الدلتا بريشر بتاعه السبرينج فورس زائد الدلتا بريشر بتاعه الانيرشيا زائد الدلتا بريشر بتاعه الثروتلنج. والعكس البي ايفابوريتور هو عباره عن بي لو هو عباره عن بي ايفابوريتور هطرح منها الدلتا بي بتاعه السبرينج باك، وهطرح منها الانيرشيا، وهطرح منها الدلتا بتاعه الثروتلنج. كده وضحت يا شباب موضوع البي هاي والبي لو علاقتهم ايه بالبي كوندنسر والبي ايفابوريتور. طبعا ما قالكش تفاصيل في المساله، خلاص اعتبرهم ان هم البي كوندنسر هو البي هاي والبي ايفابوريتور هو البي لو، لكن انت عارف من الحقيقه لا في تفاصيل اكتر. شفت كمان الايفكت بتاع الكلام ده على الايفكتيف ستروك هيبقى ايه؟ هيبقى كمان اقل، يبقى الفيرومتريك افشنسي هتقل. واضح يا شباب؟ طيب يبقى قلنا اخر حاجه بقى موضوع التمبريتشر. الكمبريسور ده رايح جاي رايح جاي، طب ما في احتكاك، يعني في حراره، الاسطوانه درجه حرارتها كام؟ حراره الجو على الاقل في الاول. ايوه بس الفريون اللي جاي لك من الايفابوريتور ده بارد. فاثناء ما بيملى الاسطوانه، لو بص على الدياجرام اللي هو التمبريتشر بقى مع الستروك. التمبريتشر في بدايه الستروك اخبارها ايه؟ الغاز داخل بارد. طب والاسطوانه؟ ما هي سايكل افتر سايكل، انت خد بالك في تبادل حراره، هي في الاخر الاسطوانه بتبقى عند درجه حراره معينه وخلاص. يعني لما تحط ايدك كده على الكمبريسور عندك في الثلاجه في البيت هتلاقي مثلا عند حراره 70 عند 50 في الرينج ده، فبتثبت عند درجه حراره معينه، لان بيحصل في جزء منها بتاخد هي حراره وجزء ثاني بترجع تديني ايه؟ للغاز حراره. فانا بتكلم احنا مين؟ بتكلم على الفريون دلوقتي حالته عامله ازاي؟ لما ملينا الاسطوانه بالغاز هلاقي ان التمبريتشر بتاعته مالها لسه ايه؟ قليله، من نيجاتيف مثلا 5 ب 15 ب 10 حسب انت الايفابريتور ده عن ضغط كام او عن تمبريتشر كام. طيب ما بعد ما مليت انت بدات تعمل ايه؟ تضغط، فالضغط نفسه هيؤدي ان الفريون التمبريتشر بتاعته بتزيد بتزيد بتزيد. انا ماشي على الخط اهو بتاع عمليه الكومبريشن اهو، الضغط عمال يزيد فالتمبريتشر عمال يزيد. هاجي في نقطه جوه الستروك هيتساوى التمبريتشر بتاعت الغاز مع التمبريتشر بتاعت مين؟ الاسطوانه. الفتره الاولانيه دي كان الاسطوانه درجه حرارتها اعلى من الغاز، فهي عماله تسخن لمين؟ الغاز، فبتعمل له اكسبانشن لغايه لما اوصل للنقطه اللي هم اتنين قد بعض، خلاص مفيش ترانسفير. انا لسه مكمل جوه الستروك، فالضغط عمال يزيد، الضغط عمال يزيد 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 يزيد. ايه ده؟ ده بقى الغاز هو اللي هوت اكتر من الوول، فعمال الغاز هو اللي يسخن لي الوول. خلاص؟ يبقى كده في هيت جاي لي من الغاز رايح لي الوول لغايه لما اوصل لاخر الشوط. واضح يا شباب البروفايل بتاع التمبريتشر بتاع الاسطوانه عامل ازاي؟ والبروفايل بتاع التمبريتشر بتاع الغاز جوه الاسطوانه عامل ازاي خلال الشوط؟ في فتره في الاول اهو بيبقى فيها اكسبانشن وبيبقى عندي الغاز مملى الغاز يعني جوه الاسطوانه، بيبقى غاز بارد ففي انتقال حراره من الاسطوانه للغاز. وفي نقطه بعد ما بعمل عمليه الكومبريشن بوصل لنقطه التمبريتشر بتاعت الغاز والوول قد بعض، بعد شويه هلاقي ان الغاز هو اللي درجه حرارته اعلى اثناء الكومبريشن وبيديني حراره للاسطوانه. صح يا شباب كده ولا معايا ولا انتوا ايه؟ الدنيا واضحه ولا اقولها بطريقه ثانيه؟ تمام. اوكي طيب امال بقى الدياجرام اللي هو بي في دياجرام بي اتش دياجرام اللي احنا اتعلمنا شفناه المره اللي فاتت، ايه بقى الشكل الحقيقي للكمبريسور؟ الاجراء زمان كان سهل قوي، بمشي من نقطه 1 ل 2 كونستانت اس.
انما دلوقتي لا لا ده بقى عندي كمان تفاصيل. اول حاجه لازم اخد بالي منها الا وهي ان انا بقى عندي مجموعه من الضغوط، ادي ضغط الايفابوريتور صح، هنطرح منه الدلتا بتاعت ايه الفالف اللي هي عباره عن الانيرشيا والسبرينج باك والثروتلينج، ايه ده بقى عندي بي لو. نفس الكلام عندي البي هاي اكبر من البي كوندنسر بمقدار الدلتا بريشر على الفالف اللي هي الانيرشيا والثروتلينج والسبرينج باك. انا من بعيد شايف الكمبريسور اهو، فادي نقطه واحد دخول وادي نقطه اثنين الخروج. بس جوه بقى الكمبريسور بيحصل ايه عشان يعبر الفريون من نقطه واحد ويخش جوه الكمبريسور؟ الحقيقه انه بيحصل له ثروتلينج اهي الحته دي. طيب لما بيحصل له ثروتلينج جوه، عمليه الثروتلينج دي بيتبعها ان التمبريتشر بيقل سنه، يعني لو قارنت ما بين التمبريتشر بتاعت نقطه واحد والتمبريتشر بتاعت نقطه دي هتلاقي ان التمبريتشر دي اقل. تمبريتشر واحد اهي وتمبريتشر دي اهي، غاز لسه بيعبي جوه الاسطوانه، درجه حرارته بالنيجاتيف 5 والاسطوانه عند 50، هيحصل بينهم ايه؟ هيحصل تبادل حراره. فالغاز اللي داخل ده عمال يسخن اثناء عمليه السكشن، او انت عمال تملى غاز جوه الاسطوانه، فبيحصل عندي هيت ترانسفير. ده يخلي النقطه دي تسخن تبقى عند A، يبقى كده اتنقلت انا الى تمبريتشر ثانيه اللي هي A. واضح الفرق بين تمبريتشر واحد اللي هو تمبريتشر الايفابوريتور وتمبريتشر اللي هي دي وتمبريتشر A؟ واضح يا شباب القصه ديت؟ من ايه هضغط؟ فانا ماشي بوليتروبيك، الحقيقه ان كل شويه البوليتروبيك اندكس بيتغير، لان انا بتقول لي في ترانسفير في الاول من الاسطوانه والغاز، وبعد شويه اتنين بيقضوا بعض، وبعد كده شويه الغاز هو اللي بيدي حراره للاسطوانه. لكن احنا بناخد حاجه اسمها ان اندكس افريج او اوفرول يعني، وبالتالي بي في اس ان الافريج ده بيساوي كونستنت وخلاص عشان ما نكعبلش ايه المساله. فماشي من A لغايه B، لغايه B بالمنظر ده اهو، اللي هي عند درجة ضغط أعلى اللي هو البي هاي من الخروج من الكمبريسور عشان يبقى يغطي الفريكشن الموجود في الثروتلينج وأنا معدي على المحبس على الخروج، ويغطي السبرينج باك بتاع الاكسبانشن فالف اللي هو الاكزوست فالف أو الدليفري فالف يعني، ويغطي كمان السبرينج باك. فهنزل بقى أثناء عبوري من المحبس بتاع الشارج من بي إلى 2، ادي بي كوندنسر. يبقى ده الاجراء الحقيقي او البروس الحقيقي للكمبريسور على البي اتش ديجرام. انت كنت متخيل انك هتملى الكمبريسور او الاسطوانه بغاز كثافته ايه؟ واحد. انت كنت متخيل انك هتملى الكمبريسور بالكثافه دي، لكن الحقيقه الكمبريسور اتملى بأني كثافه؟ اللي بدات عندها تضغط اهي كثافه A. واضح ان الكثافه دي مختلفه ليه؟ لان انت غيرت في الضغط، ضغط اقل يعني كثافه اقل، وسخنت فالكثافه كمان اقل، لان تمبريتشر A اكبر من تمبريتشر واحد و BA اقل من B ايفابوريتور او B واحد. عشان كده الفولومتريك افشنسي كمان بيحصل عليها كوركشن، اللي هي ايه هو الدنستي اكتشوال اللي انت بدات تضغط عندها اللي هي نقطه A، وكنت متخيل هتملاها عند انهي دنست، لان الحقيقه ان الفولومتريك افشنسي تعرفها هو الماس اكتشوال على الماس ثيوريتيكال. واضح يا شباب ولا في اي سؤال؟ اي سؤال في الجزء دوت يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. اوكي بكده احنا كده خلصنا الجزء اللي هو الجهاز الاولاني اللي هو اسمه الكمبريسور. اي سؤال في الموضوع بتاع الكمبريسور النهارده؟ احنا كده بنتنقل من الثيوريتيكال سايكل رايحين نحو الاكتوال سايكل. النهارده اتكلمنا على ايه بس؟ على الكمبريسور. اي اسئله في اللي انا بقوله دوت؟ في حاجة مش واضحة، حاجة أقولها بطريقة تانية، حاجة أعيدها؟ شكرا يا شباب. أوكي.
أي أسئلة يا باشمهندسين؟ أي أسئلة؟ الناس بتردش عليا ليه؟ تمام يا دكتور. أوكي ماشي أوكي. شكرا على خير. شكرا دكتور. شكرا يا باشمهندسين. شكرا. ماشي مع السلامة.